أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل اليوم محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله يكون عندنا المحاضرة الثالثة والأخيرة في الفيميل ريبروداكتيف سيستم. وكعادتنا بنحب نبتدي بمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة السابقة، وهي one answer is correct. ففي أول سؤال: regarding progesterone mostly bound to globulins، خطأ طبعا، هي mostly bound to albumin. الليفل البروجسترون ليفل has maximum peak at ovulation، لا هو في الميديوتيال فيز. In minute amount it augments its surge، دي الإجابة الصحيحة C. It inhibits respiration، لا هو it stimulates respiration. السؤال الثاني: regarding the estrogens the most potent type is E2 اللي هو الاستراديول، the most potent وأكتر واحد فيهم. طيب السؤال الثالث: regarding estrogens all are correct except، يعني هنا هنختار الإجابة الخاطئة. The cogenin of epiphysis after growth spurt صح. They increase cholesterol in blood خطأ، وما بيقللوا الكوليسترول in blood. They increase thyroxine binding globulin والكورتيزول binding globulin، إجابة صحيحة. They increase actin والميسين in myometrium، إجابة صحيحة، وعش كده بيقوي انقباض الرحم. طيب السؤال الرابع: during menopause which hormone is decreased؟ طبعا احنا عارفين المينوبوز ده بيحدث اساسا يا اولاد زي ما قلنا في الاوفري، فبيقل الايستروجينز والبروجستيرون وعليه يزيد الجوناتروبين ريليسينج هرمون وعليه يزيد الاف اس اتش والال اتش وعليه يزيد الاندروجين، يبقى الوحيد اللي بيقل هو الايستروجينز A. السؤال الخامس: regarding anovulatory cycles all are correct except، يعني اختار الإجابة الخاطئة. هو caused by lack of sufficient LH surge، إجابة صحيحة. الكوبس لوتيوم is absent، إجابة صحيحة. cycles are short، إجابة صحيحة. there is metal smears pain اللي هو lower abdominal pain in the expected time of ovulation، لا طبعا ده لو في ده يبقى ده احد اثباتات ان في اوفيليشن، وعليه تبقى دي الاجابه الخطا. الميتل سمارز بين مش موجود في التايم اوف اوفيليشن، تبقى دي. وعليه السؤال الاول اجابه سي فور كات، الثاني والثالث بي فور بيبي، الثالث اي فور الفا، الرابع دي فور دادي. طيب النهارده يا اولاد عندنا هنقول المحاضرة الثالثة في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وإحنا بناخد قصة مع بعض بتبتدي بالفيرتلايزيشن، ست يعني نقاط فيرتلايزيشن، بعدين بري إمبلانتيشن، وعن إمبلانتيشن أو فيرتلايز أوفر نمرة ثلاثة، ثم البريجنانسي نمرة أربعة، ثم البارتوريشن أو الديليفري أو الليبر نمرة خمسة، ثم اللاكتيشن نمرة 6. يعني هندرس 6 مواضيع الحقيقة. برضو عشان نتفق، أول 3 مواضيع ممكن ما تدرسهمش خالص، بس أنا بقولهم عشان بحب أقول موضوع متكامل. وعليه المهم هو البريجنانسي واللاكتيشن والديليفري، اللي هم التلاتة الأخرين، بريجنانسي وراها هيحصل الديليفري أو بارتوريشن وراها هيحصل اللاكتيشن، دول التلاتة المهمين ولا ياخدوا وقت أطول. التلاتة التانيين عايزين نقولهم كده بإذن الله يا أولاد في عجالة. فنبتدي بإذن الله بالتلاتة الأولين مش مهمين، اللي هو أول حاجة fertilization، يعني مهماش مواضع أسئلة كثيرة. fertilization معناها هي fusion of sperm with mature ovum، ده التعريف بتاعها هو الفيوجن اوف سبيرم وذ ماتيور اوفر.
طب التايم بيحدث امتى؟ في نص السايكل، في الاوفيليشن في نص السايكل 14 to 16 days of ovarian cycle، من اليوم ال 14 ليوم 16 في الاوفيليان سايكل. ده كان الزمان. طب المكان سايت، قلنا في الامبولا اوف فالوبيان تيوب، الحته المنتفخه في الفالوبيان تيوب، قلناها حتى في مزاح عشان تفتكرها، اللي هي قلنا ايه يا اولاد؟ فعل فاضح في ميدان عام، يعني في اوسع حته في الفالوبيان تيوب وهي الامبولا بيتم التقاء السبرم بالبويضه. طيب نيجي النقطه الثالثه في الفيرتلايزيشن، preparatory steps for fertilization. هنقول ماذا يحدث في الاوفم وماذا يحدث في السبرم. بالنسبه للاوفم، السكند ميوتيك ديفيجن بيبتدي ويبقى arrested in metaphase، بيبتدي لكن ما بيكملش غير بعد الفيرتلايزيشن زي ما هنشوف. وتاني حاجة ان الاوفم والكرونا رادياتا، لما وصفنا عملية الاوفيليشن اللي هي قلنا ان البريشر بيزيد في الماتيور جافيان فوليكل وفي نقطة بتضعف اللي هي الستيجما، البريشر يزيد ونقطة تضعف، بوم ينفجر الماتيور جافيان فوليكل وتنطلق الاوفم وراها فيوسي سيزو بلاد ليتلقفها اهداف الفالوبيان تيوب. فالاوفم بتنطلق مع طبقة من السيلز حواليها اسمها كورونا رادياتا. طيب من المعلومات القيمة في الامس كيو، ودي قلناها قبل كده، ان الاوفم retains الكاباسيتي فور فيزيشن، يعني قابلة للاخصاب طوال الشهر، تصور شهر كامل. البويضة قابلة للاخصاب نص يوم بس، من 12 ل 14 ساعة. ومع ذلك بقول يعني برضو في مزاح، هناك انفجار سكاني، يعني الناس ظبط روحها على التايم اوفيليشن تماما، مع ان طوال الشهر الاوفم از لايبل تو بي فيرتلايز وممكن يحدث حمل فقط 12 ل 14 ساعه، بينما السبيرم ريتينز الكاباسيتي فور فيرتلايزيشن 1 تو 2 دايز، يعني اطول شويه. حتى بقولها ده اصول الاتيكيت، يعني الاوفم اللي تمثل انثى استنى فتره قصيره جدا، يا يلحق يا ما يلحقش السبيرم، بتستناه من 12 ل 14 ساعه نص يوم، انما هو يقدر يقعد يوم ليومين عشان ما تنساش. ده كان فيما يخص البويضه. نيجي النقطه الثانيه بقى، البريباراتوري فور فيرتلايزيشن، ازاي السبيرم بيصعد للاوفم. ما احنا قلنا الفيرتلايزيشن هيحصل هنا في المكان اللي بشعري اللي هو الامبولا اوف فالوبيان تيوب. ففي اربع عوامل بتساعد الاسنت اوف سبيرم عشان يوصل الامبولا. خد بالك ان السبيرم بيتحط في الفاجينا، فانا واخدهم بطريقه جميله من تحت لفوق. الحاجات اللي بتساعد الاسنت اوف سبيرم، ان قلنا ان السيمينال فيسيكل، السيمينال فلويد، اسف، السيمين يعني، بيبقى الكالاين. وقلنا ليه؟ عشان ينترايز الاسيتي اوف فاجينا والا يموت. وقلنا مين المسؤول عن الالكالينيتي اوف ذا سيمين؟ البروستاتيك سكريشن. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. طيب نطلع هنا بالنسبه للفاجينا، السيمن بيكواجيليتس، يعني السيمن ما بيقعدش في الحاله السائله، انما بيتجلط، بيتجمد، بيجبن بمعنى اخر، يعني لما عارف لما اللبن يجبن اهي نفس الفكره، السيمن بيجبن، لان طبعا لو قعد في الحاله السائله هيسقط من الفاجينا، يبقى هيطلع ازاي لحد الامبوله؟ فهو لما بيحصل له حاله من الكواجيليشن بيستقر في الفاجينا. نطلع ثلاثه في السيرفكس. ايه اللي يساعد عبوره في السيرفكس؟ قلناه ان في وقت الاوفيليشن بسبب الايستروجين بيبقى السيرفايكال سيكريشن الميوكس ده فيري ثين والكالاين. وبعدين نمره اربعه اللي هي اليوترس والفالوبيان تيوب، قلنا بتعمل كونتراكشن ريلاكسيشن فبتكريت نيجاتيف بريشر يساعد الاسنت اوف سبير. فما يقول لك في الشفوي ايه العامل اللي بتساعد الاسنت اوف سبير او سبيرماتوزوا تو امبولا، تقول له الاتي اربع حاجات من تحت لفوق، ان السيمن اللي بيمنع قتل السبير هو الالكالاين سيمينال فلويد بسبب البروستات بيعادل الاسيتوفاجينا. وبعدين تطلع لفوق نمره بي، الفاجينا السيمن بيكواجيليتس فيها، ما بيقعدش في الحاله السائله، لو قعد في الحاله السائله هيسقط ينزل.
السيرفكس بسبب الايستروجين في وقت الاوفيليشن بيبقى ثين والكالاين. ثم الانقباض المتكرر rhythmic contraction of uterus and fallopian tube بيكرييت نيجاتيف بريشر بيسك السبيرمز. طيب من المعلومات اللطيفة، تفتكر الرحلة بتاعت السبيرم عشان يطلع لحد الأمبولة بسبب الأربع عامل دي بتاخد قد ايه؟ بتاخد just one hour. طب تفتكر من ملايين السبيرم، احنا قلنا كل سنتي فيه 100 مليون، بيوصل للبويضة كام؟ 50 لـ100 سبيرمز فقط هما اللي بيوصلوا للأوفر، فقط 50 لـ100 سبيرم بيصلوا للأوفر وفي غضون الساعة. طيب عملية بقى الفيرتلايزيشن انفولفز العمليات الخمسة الآتية، انت هتلاقيهم، انا عاوزك عشان تفتكرهم بطريقة لطيفة ماشيين يا ولاد بترتيب لطيف خالص. يعني انا عاوزك تتخيل السبيرم بيمثل الذكر والأوفم بتمثل الأنثى، فالأنثى بتأتراكت بتجذب الذكر، فأول حاجة بيحصل كيمو أتراكشن، يعني السبيرم بيبقى أتراكتد بكيميكال سابستانس بتطلع من الأوفم، دي أول خطوة اللي هي الإنجذاب أتراكشن. طيب وصل لها يحصل أدهيرانس الالتصاق، السبيرم بيلتصق بحاجة اسمها ZP3 ريسبتور، ZP ده اللي هو زونا بيلوسيدا 3 ريسبتور، يعني في ريسبتور في الزونا بيلوسيدا اللي حوالي الأوفم، الطبقة الرايقة اللي حوالي الأوفم يروح ماسك فيها السبير. العملية دي مدييتد بإيه؟ ببروتين على السيرفيس اوف ذا سبيرم هيد، يعني هو في بروتين على راس السبيرم بيمسك في الريسبتور اللي على البويض، بيسموه حتى فيرتيلين، اي ان يعني بروتين مهم للفيرتلايزيشن فيبقى يسموه فرتلين. وعلى فكرة ده جزء من التغيرات اللي بتحصل في دماغ السبيرم، فاكرين لما قلنا السبيرم بيعمل دماغ، بيحتاج 7 ساعات يعمل فيها دماغ في الفيميري بروداكتيف سيستم وسميناها اكروزومال رياكشنز لو كنت فاكر. يبقى اول حاجة في الخطوات الخمسة بتاعت فرتلايزيشن هو ان البويضة جذبت السبيرم بمادة كيميائية، ثم التصق السبيرم بالبويضة. طب بعد الالتصاق يحصل في منطقة الالتصاق break down of fusion area ويحصل release of sperm nucleus into the ovum cytoplasm، يعني يدخل sperm nucleus جوه الovum cytoplasm. نقطة رابعة، هذا الفيوجن يؤدي إلى leads to، أول حاجة ما احنا قلنا في 50 لـ100 sperm وصلوا، السبيرم اللي نجح في الدخول البويضة بقى بيحصل الفيوجن، ده بيؤدي إلى prevention of polyspermy، يعني ما فيش غير سبيرم واحد يدخل، باقي كله يطرد. ازاي ده بيحصل؟ بطريقتين، ان بيقل الممبرين بوتنشال الاوفم، بتقل الكهرباء بتاعه الاوفم فبيحصلش اتراكشن الباقيين، وبعدين عن طريق الانزيتول ترايفوسفيت في الاوسايتس، قلنا ده الانزيتول ترايفوسفيت خدناه في الاندوكراين كان بيزود الكالسيوم، يعمل كالسيوم ريليز، يعمل اكزوسايتوزيس لسمول جرانيولز، يطلع سمول جرانيولز من البويضه، السمول جرانيولز دي تريليس انزيمز، الانزيم دي تنشف تعمل هاردنينج اوف زونا بيلوس، فما يقدرش سبيرم اخر يخترقها، يعني هو وان سبير، يعني وانس واحد دخل قفل البوابه على اللي وراه. ازاي؟ بنقص الممبرين بوتنشال، ونمره 2 بالانجيتول ترايفوسفيت اللي يجيب لنا كالسيوم اللي يعمل اكزوسيتوز لسمول جرانيولز، تنشف الطبقه الرايقه اللي حوالين البويضه فتمنع دخول سبيرمز اخرى. طيب وبعدين قلنا بعد الفيرتلايزيشن هيحصل كومبليشن اوف ذا سكند ميوتيك ديفيجن، ما احنا قلنا كان حصل السكند ميوتيك ديفيجن كان ابتدى قبل الفيرتلايزيشن، اهو بيجان وارستد في الميتافيز، يكمل بعد ما يحصل فيرتلايزيشن. النقطه الخامسه، ان الاوفم بقولها حتى في تعبير يعني عاطفي شويه، تحتضن تهج السبيرم. ازاي؟ formation of fertilization cone، يعني مخروط الاخصاب. ازاي ده؟ بيطلع مايكروفيلايف من الاوفم اللي هي خمائل صغيرة، وبعدين انجلف السبيرم هيد زي ما قلنا في الاوفم سيتوبلازم، فيسموها زي ما انت شايف كده fertilization cone. ده اول عملية في العمليات الستة اللي هناخدهم النهاردة، ومش مهمة الفيرتلايزيشن، هتسمعها بس.
يعني مش عاوزك تقعد تركز في حفظها. نيجي العملية الثانية من العمليات الستة اللي هي البري امبلانتيشن، ما يسبق الامبلانتيشن. اهو ان الزايجوت اللي هو ناتج اتحاد البويضة مع السبير يحصل فيه حاجتين، ميتوتيك ديفيجن. خد بالك بقى ده مش انقسام اختزالي، ده اقسام عادي، ميتوتيك ديفيجن. حتى هنشوف بعد شوية انه لما يدي تو سيلز يبقى يسموه بلاس تو مير، ناقص ايه اللي هنا يا ولاد؟ بلاس يعني مخلق، القطعة المخلقة. ممكن نصلحها نسميه بلاس تو مير اهي. في ثانية واحدة هنحط ال بلاست يعني مخلق ومير يعني قطعة، القطعة المخلقة. لما يتحول بعد كده إلى 20 لـ100 خلية يسموها الموريلا. موريلا يعني التوتة، عارف ثمار التوت اللي بناكله ده معنى كلمة موريلا. يبقى أول حاجة حصلت في الزايجوت اللي هو ناتج اتحاد الأوفم مع السبير إنه انقسم، أما يبقى خليتين نسميه بلاستومير. لما يبقى من 20 إلى 50 خلية، من 50 لـ100 خلية نسميه موريلا. موريلا يعني التوتة. يبقى لما يبقى خليتين نسميه بلاستومير، لما يبقى 50 لـ100 نسميه موريلا. طيب تاني حاجة تحصل في الزايجوت انه ينزل في الفالوبيان تيوب عشان يروح لليوترس. احنا قلنا الاخصاب حصل في الامبولة هنا اوسع حتة في الفالوبيان تيوب، عشان يديسند وينزل اليوترس ده بياخد 3 لـ5 ايام. اما الامبلانتيشن نفسه انه يتزرع في جدار الرحم فده بياخد 2 to 4 دايز. يبقى يوصل يوترس في 3 لـ5 ايام والامبلانتيشن ياخد 2 to 4 دايز. طيب نيجي تاني خطوه بقى بعد ما اتكلمنا على الزايجوت، حاجتين انه انقسم نمره 1 وديسنس نمره 2. الخطوه اللي بعدها بقى ان الموريلا دي كونتينز فلويد، تحتوي فلويد يملى الكافيتي. الموريلا اللي هي التوتال عباره عن 50 لـ100 سيلز، فتسيباريت لمجموعتين. الموريلا الخلايا تنقسم الى مجموعتين، انر سيل ماس دي هتعمل الجنين الامبريو، طب واوتر سيل ماس دي هتعمل التروفوبلاس اللي هو بيغذي الامبريو اللي هو بدايات البلاسنتا. يعني الموريلا تنقسم لحتتين، الجزء الداخلي يعمل الجنين، الجزء الخارجي يعمل التروفو بلاست. تروفو يعني مغذي وبلاست يعني مخلق، المغذي للحاجة اللي هتخلق. نقطة رابعة ان الزونة بيلوسي ده يحصل لها شيدينج، تسيح بايه؟ بليتيك فاكتور. مين هو الليتيك فاكتور؟ هو البلازمين اللي كان بيسيح الجلطة يسيح الزونة بيلوسي ده، وده بيطلع من الديسيديوال سيلز. الديسيديوال سيلز اللي هي السيلز بتاعت الاندوميتريوم اللي بتعد الامبلانتيشن. لان كلمه ديسيديوال رياكشنز يا اولاد، حتى الناس البوست جراديوت اللي بيدرسوا امراض نساء، معناها التفاعلات التي تحدث في جدار الرحم يعني استعدادا للامبلانتيشن، ده يسموها ديسيديوال رياكشن. فالديسيديوال سيلز هي اللي بتطلع البلازمين اللي بيسيح الزونه بيلوسيا. طيب قال لك لو السيلز ديفايد انتو تو سيبريت جروبس، في الحاله دي هيبقى عندي ايدنتيكال توينز. يعني ازاي بيجي ايدنتيكال توينز؟ ان السيلز تنقسم لمجموعتين من الخلايا منفصلتين. طيب نيجي بعد كده بينوبودز. دي يعني ايه كلمه بينوبودز؟ برضو احب اعلمها لكم. بينو فاكرين لما قلنا فاجو يعني ياكل، وبينو سيتوز يعني يشرب، فبينو يعني يشرب، وبود يعني اقدام، لما قلناها بيدال بتاع العجله بيدالو، فيعني الاقدام اللي هي بتشرب. فدي عبارة عن finger like protrusions تحصل من الاندوميتريوم، يعني الجدار المبطن للرحم يطلع منه finger like protrusions cells تapproximate تقرب الامبريو اللي هو الجنين على اليوتراين اندوثيليوم close to each other. يبقى دي الخمس عمليات التي بتسبق الامبلانتيشن pre-implantation. ان ازاي بتنقسم خليتين نسميه بلاستومير القطعة المخلقة، 50 لـ100 خلية نسميه موريلا اللي هي التوتة. وبعدين ديسند، وقلنا المواعيد انه بيوصل الرحم في 3 لـ5 ايام والامبلانتيشن بياخد 2 لـ4 ايام. النقطة الثالثة ان الموريلا
يجي جواها فلويد، الجزء الداخلي يعمل الجنين والجزء الخارجي الجزء المغذي تروفوبلاس. النقطة الرابعة الزونة بيلوسيدا تسيح بالبلازمين اللي طالع من الديسيديوال سيلز. النقطة الخامسة يطلع من الاندوميتريوم فينجر لايك بروتروجنز تقرب الجنين على الاندوميتريوم عشان هياخد غذاء من اليوتراين اندو ابيثيليوم. طيب دي برضو العملية التانية اللي هي البري امبلانتيشن مش عاوزك تهتم بيها قوي. نيجي العملية التالتة اللي هي الامبلانتيشن واخر عملية مش هنهتم بيها جدا، لكن انا بقول محاضرات متكاملة للي حتى عاوز ياخد ماستير في امراض نساء يسمعها، فيعني يبقى فاهم بعد كده امراض نساء ولادة كويسة. الامبلانتيشن التايم بيحصل بعد 6 ل 8 ايام افتر اوفيليشن. ما هي محسوبة يا ولاد، ما احنا قلنا ان السبيرم نفسه خد من 3 ل 5 او الزايجوت خد 3 ل 5 ايام عشان يوصل اليوترس، والامبلانتيشن خد يومين ل 4، فاما تقلبهم في قلب بعض يطلعوا بالتقريب يعني مش بالظبط 3 و5 و2 و4، يبقى الامبلانتيشن يحصل في اليوم السادس للثامن بعد الاوفيليشن. الامبلانتيشن ده 3 ستيبس. اول ستيب ابوزيشن اللي هو مقابله او تضاد، يعني يقفوا قصاد بعض. البلاستوسيست اللي هو اللي هيعمل الجنين، السيست المخلق، بلاست يعني مخلق، يبقى في مواجهه مع الاندوميتريوم ابيثيليوم. يبقى اول حاجه يتواجه الجنين ويمثله هنا البلاستوسيست الهويصله المخلقه في مواجهه الاندوميتريوم. وده بيحصل فين؟ عند المكان اللي حصل فيه رابشر للزونا بيلوستا. طيب مواجهه، الاول مواجهه ابوزيشن وبعدين ادهيجن. المايكروفيلاي فروم تروفوبلاس 2، يطلع مايكروفيلاي فروم تروفوبلاس خلاص تو تراين اندو ابيثيليوم، ده الاندوثيليوم بتاعه اليوترس. يعني تروفوبلاس اللي هي في البلاستوسيست، احنا قلنا ان الموريلا كانت اتقسمت لحتتين، لو كنتوا فاكرين امبريو تروفوبلاس الاوتر سيلز كانت هي تروفوبلاس، تحصل لها ايه؟ تلزق في اليوتراين ابيثيليوم. ده مش بس تلزق، ويحصل ديسلوجمنت يعني ينفصل اليوتراين اندوثيليوم من البيزا اللامينا. الخطوه الثالثه والاخيره انفيجن، ان التروفوبلاس رابيدلي بروليفريتس. التروفوبلاس اللي هي الجزء الخارجي من الموريا قلناها بعد ما تحط فيها فلويد تو بروليفريت وتديفرنشيت وتتميز الى مجموعتين، انر اللي هي السيتوتروفوبلاس واوتر يسموها سين سايتوتروفوبلاس. واظن سين انا علمتها لكم يعني الاتصال، لانه يبقى الحته الخارجيه هي دي اللي هتبقى متصله باليوترس فيسموها سين سايتوتروفوبلاس. طيب لونج بروتروجنز من السين سايتوتروفوبلاس اللي هي ماسكه في جدار الرحم، ديستوشيت يعني تفصل اندوميتريال سيلز وتخترق البيزا اللامنة اللي تحت الاندوميتريال سيلز بواسطة انها تسكريت ثلاث حاجات، اوتوكراين فاكتور، اوتوكراين يعني حاجة بتطلع من نفس الخلية، وبعدين بروتيز انزيم يأكل البروتين يهضمه، وبعدين تيومر نيكروتايزين فاكتور. ده اللي هو الامبلانتيشن اللي هو بيحدث في اليوم السادس الثامن، وبيتضمن ثلاث عمليات. الاول مواجهة البلاستوسيست اللي هو يمثل امبريو مع جدار رحم اللي هو الاندوميتريوم. فين؟ في منطقة انفجار الزونا بيلوستا. ثم يحصل التصاق بين التروفوبلاست، قلنا مين هو التروفوبلاست؟ الجزء الخارجي من الموريلا مع اليوتراين اندوثيليوم. خلاص؟ بعد الجزء الخطوة الرابعة الثالثة يحصل انفيجن بقى، ان التروفوبلاست ده يرابيدلي بروليفريت وديفرنشيت يتميز لطبقتين. انر اللي هي سايتوتروفوبلاست. واوتر ليها تلزقها في جدار الرحم فيسموها سين يعني اتصال، سين سايتوتروفوبلاس. قلنا ان السين سايتوتروفوبلاس دي هتفصل اندوميتريال سيلز عن بعض وتخترق البيزا اللامنة اللي تحتها عشان يحصل اتحاد كامل ما بين الجنين والاندوميتريال اللي هيغذيه، وده بيتم بمساعدة ثلاث عوامل، اوتوكراين فاكتور، بروتيزيس، اند تيومر نيكروتيك فاكتور الفا. برضو الجزء الثالث ده الامبلانتيشن مش عاوز تركزوا فيه يا اولاد، احنا بنقولها بس عشان ابقى قلت الموضوع كامل متكامل، لان هذه المحاضرات معموله مش بس لحضراتكم وباذن الله فور ييرز تو كام، فعاوزينها تبقى كامله مش بس
مركزين على نقط مهمة. هذا لا يعني يا أولاد أن دائما أبدا مش هتوهكم، برضو بقول لك فيه المهم. فأنا عندي 6 أحداث من الإخصاب حتى الرضاعة. الإخصاب fertilization, pre-implantation نمرة 2, implantation نمرة 3, pregnancy نمرة 4, الحمل، ثم الولادة نمرة 5، ثم الرضاعة نمرة 6. إحنا بقى جايين في 3 المهمين دلوقتي، الحمل والولادة والرضاعة. فركز معاهم بقى، دول المهمين، 3 المهمين. ثلاثة اللي قبل كده الفيرتلايزيشن والبري امبلانتيشن والامبلانتيشن، ده زي ما بقولها يعني تمر عليهم بسرعة كده مرور الكرام. تاني بقى ايه الموضوع اللي هندرسه في الحمل؟ اهم حاجة هندرس البلاسينتا، هو ده اللي اخترناه للدراسة. وطبعا اهم موضوع في البلاسينتا اللي هو الفانكشنز اوف بلاسينتا. فبرضو الصفحة الاولانية دي بنتسلى، يعني مش عاوزك تركز فيها قوي، دي تسالي. بلاسينتا دي عبارة عن ديسك، خلاص. فكلمة بلاسينتا حتى لما ندور على أصلها الجريجي معناها زي الكيكة، عارف الكيك؟ ديسك كده، قرص كيكة، 22 سنتي بالدايمتر، بتخفص كام الفارغ ده. الثيكنس سمكها بيبقى 2 لـ 2.5 سنتي، بتبقى ثيك في السنتر وأرفع قليلا في البريف. وزنها حوالي 0.5 كيلو، 500 جرام. أي كلام ما تركز فيه قوي. نيجي الفيتو ماتيرنال اورجان، البلاسينتا دي انتاج مشترك من الجنين والام. ففي فيتال بلاسينتا بتطلع منين؟ من البلاستوسيست، قلناها اللي هي الحويصله المخلقه، بلاستوسيست. اما الماتيرنال بلاسينتا فطالعه من اليوتراين تيشو. طيب النقطه اللي بعد كده، بلاسينتال بيرميابيليتي، نفاذية البلاسينتا. ايرلي، في الايرلي مانسز بتبقى البلاسينتا النفاذية بتاعتها قليلة، ثم بروجريسيفلي انكريس، تتزايد، وبعدين ترجع تقل باي ذا اند اوف بريجننسي. يعني كانت قليلة زادت قلت. انا عايزك تركز في انها بتقل باي ذا اند اوف بريجننسي. البلاسينتا دي بتغذي الفيتس. ده بيفهمك ليه لو الحمل طول عن 9 شهور لازم ننزل بيبي، لان البلاسينتا شاخت. الطفل بيكبر جوه بطن الام محتاج غذاء اكتر، وهي البرميابيلتي بتاعتها قلت، يعني عكس المفروض. هو بيكبر جوه بطن الام وهي في النهايه البرميابيلتي بتاعتها قلت. طيب نيجي النقطه اللي بعد كده في البلاسينتا، بلاسينتا البارير. ما انت عارف البلاسينتا دي بتشتغل كبارير لحمايه البيبي زي ما هنشوف بعد شويه. فالبلاسينتا البارير اللي بيفصل الحاجات المؤذيه عن البيبي بتتكون من 4 لايرز، اوتر وميدل وانر. دول اللي هو السين سيتيال تروفوبلاس، ده الاوتر لاير. ما احنا قلنا الاوتر دي اللي بتبقى لازقه في الرحم، فعشان كده قلناها سميناها سين، سين يعني متصل. ثم الميدل لاير يبقى يسموها ايه بالعقل؟ ميزو، يعني في النص، ميدل، تبقى ميزينكايمال لاير. ثم الانر لاير اللي هي سايتوتروفوبلاس، ثم الول اوف فيتال كابيلرز. ده الـ4 لاير اللي بيعملوا البلاسينتا البارير. قلت الصفحه دي مش هنركز فيها جامد، هنقولها كده في عجاله. بلاسينتا سيركوليشن، الماتيرنال بلاد فلو في الترم، يعني في نهايه البريجننسي، الام كل دقيقه بتوصل للطفل 600 لـ 700 ملي لتر بير مينيت الترم. يعني الدم اللي بيوصل للبلاسينتا عشان يغذي الجنين 600 لـ 700 سنتي الترم. طب تفتكر مصلحه انه يمشي بسرعه ولا يمشي ببطء؟ فكر فيها. طالب ذكي قال لي يمشي ببطء، سلاجيش. ليه؟ عشان يدي فرصه للتشينج. طب هذا السلاجيش السلو فلو بسبب انه الفيسلز اكشوالي عامله سمول بلاد ليكس، مش انابيب كده بتمشي بسرعه، لا، هي سمول بلاد ليكس. وبعدين الجيومتري اوف ماتيرنال بلاد فيسلز، يعني جغرافيه الماتيرنال بلاد فيسل. هنا بس عايزين نصلح حاجه في كلمه ليك، معلش في حاجات في عجاله، انا بقول لك الورق فساد، نصلحه مع بعض.
الجيومتري الجغرافيا بتاعتها ان الاول بيحصل lateral spread then reverse flow. يعني عاوزك تتخيلها معايا، تخيل لو الفيسل ماشي كده على طول يبقى يمشي بسرعه البلاط، لكن فجاه بيعمل lateral spread يعني زاويه قايمه فده ببطئ الفلو، وفجاه يعمل reverse الفلو، يبقى الجيومتري الاول هيعمل lateral spread وبعدين reverse. مع وجود ليكس ده بيخلي الفلو سلاجش، وهي أهمية أن يبقى سلاجش أنه يسمح بالإكتشينج. طيب زائد في حاجة تانية على فكرة، أنه اليوتراين كونتراكشن اليوترس في في الحمل، في الحمل الرحم بينقبض ويفوق، ينقبض ويفوق، بس طبعا مش انقباض قوي يلفظ الجنين، بس انقباض يكفي ان هو يوقف الفلو شويه عشان يدي فرصه فور اكتشينج. يعني من ضمن الاسباب السلاجش فلو اليوتراين كونتراكشن. طب الاكتشينج بيتم ما بين ايه بقى؟ الفيتال كابيلاريز في البلاسينتا والماتيرنال ساينسز اللي جايه من اليوتراين ارتز. يبقى الفيتال كابيلاريز اللي موجوده في خمائل البلاسينتا، بلاسينتال فيلاي اهي، فيتال كابيلاريز ان بلاسينتال فيلاي والماتيرنال ساينسز اللي جاي من تراين ارتس. طيب ماتيرنال بلاسينتا الفيتال يونت، صدق او لا تصدق البلاسينتا لا تستطيع ان تصنع استرويدال هرمونز. يعني من اهم انتاج البلاسينتا استروجينز اند بروجستيرون، ودول استرويدز هي ما تعرفش تصنعهم. لكن ازاي بتصنعهم؟ تعال اتفرج بقى. الام بتدي البلاسينتا الكوليسترول، ما هو قلنا كل الاستيرويدز علمتها لكم معموله من كوليسترول، الام اللي بتديها له. تصور حتى الفيتس بيساعد، بيدي حاجتين الفيتس، بيدي الانزيمز اللي هي بقى هتحول الكوليسترول ده الى الاستيرويدال هرمونز. حتى الانزيم جايه منين من الفيتس؟ من الليفر والادرينال جلاندز اوف ذا فيتس، بيدوا الانزيمز. على سبيل المثال ال16 وال17 الفا هيدروكسيليز، ده مش كده وبس، وبيدي الاندروجين، لان احنا قلنا الهرمون الانثوي الايستروجين ده لازم يتعمل من ذكر، من هرمون ذكر اللي هو الاندروجين، فده اللي بيديه الفيتس. وعشان كده يقول لك ان الماتيرنال ايستروجين ليفل انديكيتس الفيتال ويل بينج. احنا قلنا الفيتس هو اللي بيدي الاندروجين اللي هنعمل منه الايستروجين في وقت الايه البريجننسي. فلو في كمية إيستروجين معتبرة في الأم يبقى معناها الفيتس إدى كمية أندروجين معتبرة، يبقى الفيتس ده well being يعني زي الفل. ده برضو مشيناها بسرعة ولا. نبتدي بقى البداية الحقيقية لهذه المحاضرة وهو البلاسينتال فانكشنز. ده السؤال اللي هو نظري مهم جدا، وظائف البلاسينتال الخمسة. يبقى البلاسينتا لها خمس وظائف، اخرها انها بتطلع هرمونز، فايف من هرمونز. يبقى اوعى تنساها، خمس وظائف والاخيره وهي الاهم انها لها هرمونال فانكشنز بتطلع خمسه هرمونز. يبقى خمسه ونمره خمسه تنقسم لخمسه. نيجي اول حاجه، اول وظيفه البلاسينتا، خد بالك ان الفيتس ده موجود جوه بطن الام لكن هو كائن حي عاوز يتنفس، فالبلاسينتا هي الرئة للجنين، البلاسينتا هي رئة الجنين. يبقى أول وظيفة ديفيوجن والجاس، يبقى حضرتك هتقسمها لكام نقطة؟ لنقطتين، هتتكلم عن ديفيوجن والأوكسجين والديفيوجن في كاربون دايكسايد. الماتيرنال بي او 2 ضغط الأوكسجين في الماتيرنال بلاب بيبقى 50 ل 60 مليمتر مركري. طب والفيتال بيبقى البريشر اوكشن 20 ل 30 ملم مرك، وعليه يبقى البريشر ديفرنس كام؟ 30. لو كنت ناسي افكرك، في الادلت البريشر ديفرنس فور اوكشن كان بيبقى عن ديورينج ريست في الارتيريال بلاد 100 وفي الفينوس بلاد اللي هي التيشو 40، يبقى الديفرنس 60. هنا يا اولاد الديفرنس عند حضرتك وحضرتك ما بين الارتيريال بلاد والتيشو 40 و100 يبقى 60، انما هنا البريشر ديفرنس ما بين الام والجنين اللي هتدي له اوكسجين 30، يعني نصف القيمه. طب يبقى لازم يبقى في عوامل تساعد الاوكسجين ترانسبورت تو فيتس، ان هنا البريشر ديفرنس نص البريشر ديفرنس الواجب
الموجود عند حضرتك وحضرتك والعبد لله. فيوجد اربع عوامل بتفاسيليتيت الاوكسجين ترانسبورت. واحد، ان الهيموجلوبين بتاع الفيتاس، فاكر الهيموجلوبين اف خدناه في البلاد، عنده مور افينيتي تو اوكسجين ده الهيموجلوبين ايه بتاع الادلت اللي هو بتاع الام، 20-30% مور افينيتي. الهيموجلوبين اف بتاع الفيتاس الافينيتي بتاعته الاوكسجين قد الادلت اكتر منها 20-30%. نمرة 2، الفيتال هيموجلوبين الكونسنتريشن بتاعه كميته في كل 100 سنتي اعلى من كميه الادلت هيموجلوبين في كل 100 سنتي ب 50%. يعني اجيب يو ان اكزامبل، اذا الادلت هيموجلوبين بيبقى 14 جرام في كل 100 سنتي، يبقى الفيتال هيموجلوبين هيبقى 21، يبقى 14 ونصهم يبقى 57% يبقى 21. ده تاني حاجه. تالت حاجه البورز افكت، ان لما الفيتاس بيطلع كربون دايكسايد، الكربون دايكسايد ده بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الام يقلل الافينيتي اوف ماتيرنال هيموجلوبين تو اوكسجين. يبقى الكربون دايكسايد المنطلق من الفيتاس لما يمسك في الهيموجلوبين بتاع الام يخليه يسيب الاوكسجين، فيسموا ده البورز افكت وخدناه في الريسبريشن. نمره 4، الهاي كاردياك اوتبوت ريلاتيف تو ذا فيتال ويت، يعني الفيتاس بيضخ كميه دم القلب بتاعه اكتر بالنسبه الى وزنه. يبقى اربع حاجات افهم فين المعضله. المعضله ان الاوكسجين بريشر ديفرنس في الفيتاس 30 مليمتر مارك، لو خدت الفرق بين الرقمين دول والرقمين دول، وهذا هو نصف البريشر ديفرنس في الادلت، فربنا عوضه عنها باربع حاجات. الافينيتي اعلى بتاعت الفيتال هيموجلوبين 20-30%، التركيز بتاع الفيتال هيموجلوبين اعلى 50%، البورز افكت انطلاق الكربون دايكسيد من الفيتاس بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الام يغير شكله يخليه يسيب مور اوكسجين، وان الفيتاس عنده هاير كاردياك اوتبوت. طب ننتقل للكربون دايكسيد. البريشر ديفرنس فور كربون دايكسيد ان فيتال بلاد 3-5 مليمتر، خلاص higher than the maternal blood، يعني difference 3-5. برضو لو تحب اذكرك البريشر ديفرنس فور كربون دايكسيد عند حضرتك وحضرتك والعبد الله during rest هو الفرق بين كان في الفينس بلاد اللي هو التيشو 46 مليمتر ميركوري وفي الارتير بلاد 40، يعني difference 6 مليمتر ميركوري. هنا difference اقل من 6، 3-5. طب ايه اللي يخلي الفيتاس يتخلص من الكميه الواجبه من السي او 2؟ بيعوض ده الاتي، ان السوليبيليتي بتاعت الكربون دايكسيد الى الاوكسجين، ودي خدناها العام الماضي في الريسبريشن 20 تايمز ذات الاوكسجين، الكربون دايكسيد بسهوله شديده بيحصل له ديفيوجن. ليه؟ لانه بيدوب 20 مره اكتر من الاوكسجين في الميه. طب تاني حاجه، انه البريشر اوف كربون دايكسيد في الماتيريال بلاد اوطى من الفيتاس. ايه اللي خلاه اوطى؟ تعال نفكر، مش احنا ليه؟ تخيل انا الام، فقلنا البروجسترون بيعمل ستيميليشن ريسبيريشن، فالام تواش الكربون دايكسيد فنسبه الكربون دايكسيد عندها تنخفض. ادي سبب تاني ليه البروجسترون كان بيستيميليت ريسبيريشن، مره عشان يجيب اوكسجين اكتر لان الام حامل عندها بيبي عاوزه اوكسجين اكتر، ومره حاجه تانية انه يوش الكربون دايكسيد فيبقى الكربون دايكسيد في الماتيرنال بلاد اوطى من الفيتال بلاد، فينتقل الكربون دايكسيد من الاعلى اللي هو الفيتال بلاد للاقل اللي هو الماتيرنال بلاد. طب ايه اللي هو وطاه في الماتيرنال بلاد؟ انه البروجسترون بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيريشن. كانت هذه هي الوظيفه الاولى يا اولاد، وهي الديفيوجن اوف جاسز. البلاسينتا هي الرئه للجنين. طب نمره 2، البلاسينتا هي الجهاز الهضمي للجنين، ديفيوجن اوف نيوترينز. طب احنا في الريسبريشن ما عشقت مثل عشق النظام، كانت مقسمه روحها الاوكسجين وكربون دايكسيد. طب في الديفيوجن اوف نيوترينز تيبيكالي اتكلم على كام حاجه؟ فكر، كربوهيدرات فات بروتينز ادي 3،
ومينرالز وفيتامينز يبقى وصلنا 5. هي مقسمه روح كربوهيدرات فات بروتين مينرال وفيتامينز. نيجي الكربوهيدرات، الجلوكوز طول عمره طول عمره خدناه في الكيدني وخدناه في جي اي تي بيديفيوز بالفاسيليتيت ديفيوجن. طيب وكان عند حضرتك وحضرتك والعبد الله بيختزن كجلايكوجين في الليفر، هنا بقى الجلايكوجين بتاع الفيتاس بيتم اختزانه، افتح ودانك، في البلاسينتا، يبقى البلاسينتا بتقوم مقام الليفر هنا. طيب ننتقل للفات، الفات ديفيوز سلوور ذان الجلوكوز، يعني الفات بيعدي اقل من الجلوكوز. طب ده الفيتاس لطالب ذكي عنده نوعان من الفات، عنده الفات المألوف اللي عندنا اللي هو اليلو فات، وعنده براون فات خدناه في الميتابوليزم. معظم هذا الفات مش جاي من الفات اللي جاي له من الام، صدق ولا تصدق، انما جاي من تحول الجلوكوز اللي مر الى فات، لان مرور الفات بتاع الام للجنين بيبقى سلو. طب هو بيعمل الفات بتاعه اليلو والبراون فات من ايه؟ من الجلوكوز. طب نيجي البروتين، الامينو اسيد بتبقى ترانسبورتد باي اكتيف ترانسبورت. نيجي للمينرالز، حفظتها بطريقه لطيفه. المونوفيلنت مينرال لو خدت بالك ايه الرابط بين صوديوم وبوتاسيوم كلورايد؟ كلهم مونوفيلنتس. طب وايه الرابط بين كالسيوم وفوسفورس وايرن؟ نقول لا اكتر بوليفيلنت، يعني مش احادي التكافؤ، متعدد التكافؤ. المعادن اللي هي احاديه التكافؤ مرورها سهل باي سمبل ديفيوجن، انما متعدده التكافؤ باي اكتيف ترانسبورت صعب، عاوزه طاقه. طيب ننتقل للفيتامينز، الفات سولوبل فيتامينز طول عمره عند حضرتك وحضرتك والعبد الله وعند الجنين، عند الجنين بيعدي مع الفات. واحنا قلنا الفات من الاول كان بايه؟ بديفيوز سلولي، عشان كده الفات سولوبل فيتامينز بتبقى قليله شويه عن الجنين، ومن ضمنها فيتامين كي، عشان كده قلنا عشان نطهره لازم نديله فيتامين كي قبل ما، لان فيتامين كي مهم للبروفورمينج جروب، مهم للتجلط. اديك فهمت ليه الجنين بيبقى عنده فيتامين كي قليل، لانه ده فات سوليبل بيعدي مع الفات ومرور الفات بيبقى سلو في الجنين. هتقولنا بيجيب الفات بتاعه منين؟ من الجلوكوز. اما الووتر سوليبل فبتعدي كلها باي سمبل ديفيوجن اكسبت اتنين اللي هم الرايبوفلافين وفيتامين سي بيعدوا بالاكتيف ترانسبورت. يبقى البلاسينتا هي الرئه، وتحدثنا في نقطتين الاكسجين والكربون دايكسايد. البلاسينتا هي الجهاز الهضمي للجنين، وتحدثنا في 5 نقاط كربوهيدرات فات بروتينز مينرالز وفيتامينز. الكربوهيدرات الجلوكوز بيعدي بالفاسيليتيت الديفيوجن والجلايكوجين يختزل في البلاسينتا، الفات بيعدي سلولي. طب بيعمل فات من ايه؟ من الجلوكوز. الامينو اسيدز بتعدي بالاكتيف ترانسبورت. المينرالز المونوفيلنت سهله خالص بالسمبل ديفيوجن، البوليفيلنت بالاكتيف ترانسبورت. الفيتامينز الفات سولوبل مع الفات اللي هو بيعدي ببطء، الووتر سولوبل سهله باي سمبل ديفيوجن ما عدا الرايبوفلافين وفيتامين سي بيعدوا بالاكتيف ترانسبورت. البلاسينتا هي الكلى للجنين، ديفيوجن اوف اكسكريتوري برودكتس زي اليوريا والكرياتينين، ودي مش عاوز اشرح. يبقى خلصنا 3 وظائف. ننتقل الوظيفه الرابعه، احنا قلنا ان البلاسينتا كان في بارير، فاكر، معمول من 4 لايرز، اوتر وميدل وانر والفيتال كابيلاري. طيب هذا البارير عنده بروتكتيف فانكشن، بيتكون في الشهر الثالث البارير ده، وعليه في اول 3 شهور اللي بنسميها في الحمل الفيرست تريمستر، بيبقى الجنين ما لسه ما اتكونش البارير بتاع البلاسينتا، فبيبقى فيه خطوره على الجنين. عشان كده تملي بنخاف قوي لما الام يجي لها انفكشن في اول 3 شهور من الحمل، لسه ما فيش بارير، اللي هو الفيرست تريمستر. ما احنا بنقسم الحمل 9 شهور لثلاثه تراي، يعني 3، فالفيرست تريمستر يعني اول واحد في الثلاث 3 3 3. ونحتاج يعني
ناخد بالنا قوي في ان ما نديش عقار للام وهي حامل في اول 3 اشهر. فهمت ليه بقى؟ ليه اول 3 اشهر هي اخطر 3 اشهر؟ لان لسه البلاسينتا البارير ما اتكونش. شوف بقى من عظمه الخلق والخالق يا اولاد ان البلاسينتا امبيرميبل لحاجات وبيرميبل لحاجات. شوف العظمه، امبيرميبل للحاجه الوحشه وهي التوكسينز، لكن بيرميبل للانتي توكسينز، شيء عظيم. امبيرميبل للاميونوجلوبولينز ام، عارف ليه؟ لان الام دي كبيره قوي. بنتامير لما قلنا الانتي بودي الواحد بخمس قطع، بينما بيرميبل للاميونوجلوبولين جي. وعارفين ليه جي؟ لان جي ده كان يا اولاد مونومير، قطعة واحدة، مونو يعني واحد ومير يعني قطعة، إنما الام بنتا، بنتا يعني خمسة، بنتا مير. كيف فسر لنا؟ قلنا إن الباسيف اميونيتي اللي هو المناعة اللي بتديها الأم لجنينها ببلاش كده كلها اميونوجلوبين جي. فهمت ليه؟ عشان الاميونوجلوبين جي ده هو اللي عنده السمولست ميكر ويت يقدر يعدي البلاسينتا. بس ساعات يبقى خطر إن ليه لما الأم بتختلف عن جنينها في الار اتش بيحصل مشكله ان الام تبقى نيجاتيف والجنين بوزيتيف. فاكرين الريسس فاكتور اللي هو الريتروبلاستوس فيتاليس؟ لان الاميونوجلوبولينز، لان الار اتش انتي بوديز من الاميونوجلوبولين جي اللي هو بيعدي البلاسينتا. بينما ليه الاختلاف بين الام والجنين في الاي بي او سيستم؟ لو الام بلاد جروب اي والجنين بلاد جروب بي ما بيحصلش حاجه، لان انتي بوديز بتاعت الاي بي او سيستم من نوع الكبير اميونوجلوبولينز ام اللي هو بنتامير ما بيعديش البلاسينتا. طيب البلاسينتا ما بتعديش البكتيريا لان البكتيريا بطبعها كبيره، لكن لسوء الحظ، لسوء الحظ بتعدي الفيروسز والدراجز، وده بيؤدي الى تشوه الاجنه مال فورميشن. ويبقى في نقطه احب اقولها في فقره المعلومات العامه، من هو اخطر فيروس يشوه الأجنة؟ الفيروس بتاع الحصبة الألمانية، الجيرمينال ميسيلز، الحصبة الألمانية. وأكتر دراج شوه أجنة وعمل كاتاستروفي اللي هو الثاليدوميد، مهدئ أعتقد كانت عملته شركة إنجليزية دون أبحاث كافية، خدته الأمهات في الحمل، عمل أجنة ولدت بدون أطراف، والشركة دفعت تعويضات رهيبة وأفلست. يبقى مين اللي ما بيعديش؟ البكتيريا لكبارها، بينما الفيروس لصغره والدراجز بيعدوا يعملوا مالفورميشن. ولا تنسى ان البارير وبالتالي البروتكتيف فانكشن بلاسينتا لا تكتمل غير في الشهر الثالث، دي اهم معلومة. بتعدي امبيرمبل توكسين وتعدي انتي توكسينز، ما تعديش الاميونوجلوبولينز ام لانه بنتامير، تعدي الجي لانه مونومير، ما تعديش البكتيريا، تعدي الفيروس والدراجز وتدي مالفورميشن. يبقى خدنا ما تنساش، ما تتوهش، البلاسينتا هي الرئه ديفيوجن اوف جاسز، 2 هي الجهاز الهضمي ديفيوجن اوف نيوترينز، 3 هي الكلى ديفيوجن اوف ويست برودكتس، 4 بروتكتيف فانكشن اوف بلاسينتا. نيجي نمره 5 اندوكراينال فانكشن بلاسينتا وهي الاهم. ولا تنسى ان نمره 5 مع شقه بستعشق النظام في 5 مين هرمونز، 2 ستيرويدز اللي هم الايستروجين والبروجسترون، و3 بروتين هرمونز. يبقى 2 ستيرويد هرمونز و3 بروتين هرمونز. نبتدي الاول نقول بقى ان البلاسينتا لها ميجر اندوكراينال رول. هرمونز اللي بتطلع البلاسينتا مفيدة للأم والجنين، للمذر وللفيتس، الفسيولوجي بتاع الأم والجنين. فعلى سبيل المثال في المذر مهم للفانكشن اوف اوفرز، هنشوف ازاي، لليوترس هنشوف ازاي، للمامري جلانس البريست هنشوف ازاي. نيجي اول تو هرمون اللي هم ستيرويدال هرمونز، اللي هم مين؟ السكس ستيرويدال هرمونز اللي هم البروجستنز والايستروجينز، وبنقول ان هم اكتر من نوع. فالبروجستانز اللي هم البروجستيرون واحد فيهم. هذا البروجستانز اللي بيطلع بكميات ضخمه من البلاسينتا، احنا قلنا قبل البلاسينتا مين كان بيطلع الايستروجين والبروجستانز؟ مين يذكرني يا اولاد؟ كان الكوربس لوتيوم.
اللي هو قعد معانا 3 شهور، لو حصل حمل بيقعد 3 شهور، شهرين ل3 شهور لحد ما تتكون البلاسينتا. فهي تاخد هذا الدور من الكوربس يوتيوم اللي في الاوفري، تطلع هي البروجستانس والايستروجين. طيب ليه بيطلع بروجستيرون بكميات كبيره في الحمل؟ له تو ميجر رولز، يعني في وظيفتين اساسيتين، يوجد وظيفتان اساسيتان ديورينج بريجننسي. واحد، سبورت الاندوميتريوم فور فيتال سيرفايفل. فاكر لما كنا من قبل ما يحصل حتى اخصاب للبويضه كانت بتعمل سكريتوري فيز في النص الثاني، جهزت له، حطت في الاندوميتريال ستروما اللي فاكر كانت حطت له كربوهيدرات اللي هو جلايكوجين وفات، وفي الجلانس حطت له ميوكس اللي هو بروتين. لدرجه حاجه لطيفه جدا، بيقول لك ان البلاسينتال بروجستانس اللي طالع من البلاسينتا كان مينتين البريجننسي افتر ريموفال اوف بوث اوفرز. يعني لو حصل كارثه مثلا كانسر في الاوفرز اثناء الحمل نقدر نشيل الاوفرز، والبروجستان اللي طالع من البلاسينتا كافي انه يكمل الحمل للنهايه، مش محتاجين اوفري خالص. تاني وظيفه في في الوظيفتين الاساسيتين، انه البروجستانس بيقلل الكونتراكتيليتي اوف يوتراين سموث ماسل عكس الايستروجين، قلل الانقباض. فاهم ليه؟ لانه لو اليوترس هينقبض بعنف في اثناء الحمل هيلفظ الجنين، فالبروجستانس اللي اهمهم البروجستيرون بيقلل الكونتراكتيليتي اوف يوتراين سموث ماسل، فبيانتاجونايز الاكشن اوف ايستروجين. وعاوز تعرف ازاي بيحصل ولادة بارتوريشن، ان في نهاية الحمل البروجستان ايستروجين ريشيو بيقل، هنشوف ازاي. فالبروجستان ريشيو ده لما يقل، لما البروجستيرون يقل، يبقى الموضوع بقى يبقى لصالح مين؟ الايستروجين اللي هو بيقبض الرحم بقوة فيحصل ولادة. يبقى ما هما الوظيفتان ايه الوظيفتين الاساسيتين اللي موجودين عندنا للبروجستانس؟ واحد افتكرهم، على الاندوميتريوم، والتاني على المايوميتريوم، يعني الاثنين على اليوترس. الاندوميتريوم بيخليه يغذي الجنين كويس، يسبورت الاندوميتريوم فور فيتال سيرفايفل، والوحده اللي طالع من بلاسينتا يكفي لاتمام الحمل حتى لو شلت بوث اوفرز. طب وتاني وظيفه على اليوترس برضه، بس المايوميتريوم يقلل انقباض الرحم، المايوميتريوم يانتاجونايز الايستروجين يحتفظ بالحمل. طب وازاي بتحصل ولاده؟ هنقولها بعد شوية. بيقل البروجسترون ايستروجين ريشيو. اذر اكشنز، دول التو ميجر رولز، انما في اذر اكشنز، ان البروجستانز او البروجستيرون كان بيقلل الجوناتروبينز بالنيجاتيف فيدباك، ولما يقل الجوناتروبينز ده الاوفيريان سايكل ما تشتغلش، ما يحصلش اوفيليشن ديورينج بريجنس. فكفايه طبعا احنا عندنا بويضه واحده عاوزين نكملها نخليها جنين، فاحنا بنمنع التبويض في اثناء الحمل، ان عندنا بويضه ومخصبه وهتدي جنين، ليه يجي بويضات ثانيه؟ مش هتحط جنين فوق جنين. فالبروجسترون بيقلل اف اس اتش والال اتش، وبالتالي يمنع الاوفيليشن دورينج بريجننسي. الوظيفه اللي بعد كده انه على البريست، هنشوف بعد شويه في اللاكتيشن، قلنا الايستروجين بيعمل الدكت سيستم، البروجسترون بيعمل الالفيولوبولار سيستم. الايستروجين الدكتس والبروجسترون الالفيولوبولار سيستم، ده اول ستيرويد هرمون وهو البروجستانز. ثاني واحد بقى اللي هو ايستروجينز. الميجر بلاسنتال ايستروجين هو الاستريول، خلاص ده الميجر بلاسنتال ايستروجين، يعني هم كتار بس اهمهم هنا الاستريول. بيزيد تو ماكسيمم باي ذا اند جيستيشن، هنشوف بقى. طب ايه الرول بتاعه؟ عنده برضه تو ميجر رولز. اول واحد ان هو بيستيميليت الجروث اوف مايوميتريوم، فاكر كان بيزود الاكتوميسين، ما هو الجنين بيكبر جوه الرحم، فكر يا بني ادم، يبقى لازم الرحم يكبر معاه، مش الجنين بيكبر جوه الرحم، يبقى الرحم كمان لازم يكبر ليواكب ليناسب حجم الجنين المتنامي. طب مين يكبره؟ الايستروجين، لان هو اللي كان بيزود الاكتوميسين، وجبناه سؤال النهارده. تاني حاجه بي بريبير اليوترس فور بارتوريشن، للولاده، لان هو بالعكس، هو عكس البروجسترون بيزود الانقباض،
لانه من ضمن الحاجات بيزود الاكسيتوسين ريسبتورز، وقلنا بيزيد 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 يصل الماكسيمم في نهايه الحمل. فلما يصل الماكسيمم في نهايه الحمل يبقى انقباض الرحم قوي اناف بحيث يعمل ولاده، صح؟ فقلنا بيزود الاكسيتوسين ريسبتور وبيانتاجونايز الاكشن بتاع البروجستينز اللي كانت بتقلل انقباض الرحم. دول التو ميجر رول. طيب او لسه قلنا واحده فيها، دي الثانيه بقى. الثانيه ان هو على الماماري جلانز بيستيميليت الماماري جلانز، قلنا الداكت سيستم اللي هو الرضاعه يا اولاد اهو، استيميليت ال ماماري جلاند ديفلوبمنت اند اتس داكت سيستم. طب اذر اكشنز للايستروجين، اذر اكشن زي البروجسترون بينقص الجوناتروبينز بالنيجاتيف فيدباك فيمنع الافيوليشن في وقت البريجننسي. وبعدين خد بالك بقى الايستروجين ده بتاع بيحب الولاده، بيقبض الرحم ويعمل حاجه ثانيه تساعد الولاده، يريلاكس البلفيك ليجامنتس عشان البلفيس يوسع شويه فالبيرث كانال قناه الولاده توسع شويه فسهل مرور البيبي، والسيرفكس اللي هو عنق الرحم يعمل له سوفتنينج. يعني هو اكشوالي يا اولاد هو مش بيعمل له سوفتنينج للناس البوست جراديويت وللزملاء الاصغر سنا، الرحم في البنت اللي هي مش حامل بيبقى زي يعني عقله صباع صغير ده بيبقى جامد قوي. تخيل العقله دي عاوزين نطريها قوي قوي بحيث تتسع تمرر راس البيبي اللي هو اكتر من 10 سنتي في اصغر قطر ليه. يعني ده سيربكس عاوزين نخليه طري قوي قوي بحيث يحصل له سوفتنينج ويتاخد عشان يعني ثيننج، يبقى رفيع عشان تنزل منه راس البيبي. الايستروجين ما بيعملهاش لوحده، هو بيهيئ السيربكس عشان لما يجي يشتغل عليه هرمون اخر اسمه ريلاكسين يحصل القصه دي. يبقى عمليه تهيئه للسيربكس بيساعد السيربكس سوفتنينج. الوظيفة الثانية اللي هي في الـ في الـ في الـ في الحاجات الأقل أهمية. التو ميجر رولز إنه بيساعد الـ 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 الولادة والرضاعة. الأذر رول إنه هو بيمنع الأوفيليشن وبعدين بيهلب ريلاكسيشن أوف بيلفيك ليجامنتس وسيرفايكال سوفتنينج. طيب نيجي يا أولاد لل ثلاثة بروتين هرمونز. احنا قلنا عندي 2-6 ستيرويدال هرمونز بيطلعوا من بلاسينتا، ايستروجين بروجسترون، وثلاثه بيبقوا بروتين هرمونز. دول وظيفتهم ايه بقى البروتين هرمونز؟ بينفلونس يعني بيأثروا في المذر اندوكراينال سيستم وبيأثروا في الفيتال ميتابوليزم. يبقى الام والجنين، الام الاندوكراينال سيستم والفيتال ميتابوليزم. طيب ننتقل. اول واحد فيهم اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبينز، وده الاشهر هيومن كوريونيك جونادوتروبينز. ده جلايكوبروتين، ما احنا قلنا بروتين هرمون هو على وجه التحديد جلايكوبروتين. بروديوس بيطلع منين؟ من الفيتال تروفوبلاست سيلز. دي المعلومه الاولى، بيطلع من الفيتال تروفوبلاست سيلز. المعلومه الثانيه خد بالك، انا قبل ما اقول لك الثانيه هقول لك الثالثه، ان هو ده اللي انديكيتس البريجننسي. يعني لو لقينا هيومن كورونيك جوناتروبين ده بيطلع من بلاسينتا، يبقى الست دي عندها بلاسينتا، يبقى الست دي حامل. علمتها الاجيال بطريقه جميله يا اولاد. الست اللي عندها بروجستيرون يبقى عندها كوربس لوتيوم، يبقى حصل اوفيليشن، يبقى البروجستيرون از ان اندكس اوف اوفيليشن. الست اللي عندها هيومن كورونيك جوناتروبين يبقى عندها بلاسينتا، عندها بلاسينتا بس تبقى حامل. عشان كده قلت الهيومن كورونيك جوناتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. جملتين كده، جملتان تاريخيتان اهم بقولهم وتحفظهم صم. البروجستيرون اذا اندكس اوف اوفيليشن، الهيومن كورونيك جوناتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. في ميل عندها بروجستيرون يبقى 100% عندها كوربس لوتيوم،
مش ممكن الكاون كوربس يوتيوم غير لو حصل عندها بوم اوفيليشن انفجر الماتيور جافيوم فوليكل واطلق البويضه والباقي عمل كوربس يوتيوم يطلع بروجسترون. فبروجسترون معناها في اوفيليشن. هيومن كرونوجراتروبين ده بيطلع من بلاسنتا، لان كوريونيك كلمه كوريونيك في اللغه يعني مشيمه، مشيمه يعني بلاسنتا. هيومن كوريونيك يعني طالع من الـ من الـ من الخلايا المشيميه بتاعه الانسان اللي هي البلاسنتا. هو اسمه كده بيقول انا بتاع البلاسنتا. يبقى وجود هيومن كرونيك جوناتروبين يعني ان الست دي عندها بلاسنتا يبقى حامل. اقولها ثالث، ذا بروجستيرون افتح ودانك اذا اندكس اوف اوفيليشن. ذا هيومن كرونيك جوناتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. الجمل النهارده في المحاضره دي وعليه خد بالك بقى الكلمه اللي جايه، هو كان بي ديتكتد ان بلاد، بيظهر في البلاد 7 ايام بعد الكونسبشن، بعد الاخصاب يعني بعد نص السايكل. يبقى عشان اعمل تجارب الحمل واخد عينه بالبلاد لازم اخدها على الاقل اكتر من 6 ايام بعد الكونسبشن يعني بعد الاوفيليشن. في اليورين بيتاخر شويه، بيظهر في اليورين 14 دايز افتر كونسبشن. يبقى ممكن نعمل اختبار الحمل من الدم 6 ايام بعد، ومن البول 14 يوم بعد ايه؟ بعد الاخصاب اللي هو بيحصل فين؟ في نص السايكل. طيب ريتشز البيك مش في نهايه الحمل، ده سؤال ام اس كيو، 7 تو 9 ويكس اوف بريجننسي، بعد 7 لـ9 اسابيع من البريجننسي. هفهمك ليه هو بيوصل البيك بعد 6 لـ7، لان الوظيفه الاساسيه للهيومن كرونوجراتروبين انه يمنتين الكوربس ليوتيوم بتاع الاوفري لحد ما تتكون بلاسينتا. طب احنا عاوزين الكوربس ليوتيوم قلنا بعاوزينه حوالي شهرين لـ3 شهور، فهو بيوصل بيك 7 لـ9 ويكس، يعني بعد حوالي لو خدتهم 8 ويكس يبقى تقريبا شهرين. يبقى افهم مش بيوصل بيك في نهايه بريجنسي. وظيفته الاساسيه للهيومن كرونوجراتروبين انه يمنتين الكوربس ليوتيوم في الاوفر لحد ما تتكون بلاسينتا. طب واحد يقول لي طب ما هو ده طالع من البلاسينتا. لا يا بني ادم، مش طالع من البلاسينتا، طالع من الخلايا اللي هتعمل بلاسينتا. لسه البلاسينتا بشكلها المعروف ما كونتش، هو طالع من الخلايا اللي هتكون بلاسينتا اللي هو الهيومن كرونيك سيلز. اول ما تتكون خلايا البلاسينتا لسه ما عملناش بلاسينتا، يطلع البرودا يقول للكوربس ليوتيوم استنى معانا من فضلك لحد ما يكتمل نمو البلاسينتا. طب الكوربس ليوتيوم هيستنى معانا ايه؟ شهرين. يبقى هو يوصل البيك بعد 7 لـ9 ويكس او الناس فاهمه. يبقى يظهر في البلاد، الارقام دي مهمه جدا في الام اس كيو، 6 ايام بعد الكونسبشن، في البول 14 يوم بعد الكونسبشن. اهميه ايه الرقمين دول؟ ان ما اقدرش اعمل اختبار الحمل قبل في من الدم قبل مضي 6 ايام، ومن اليورين قبل مضي 2 اسبوع من الكونسبشن من الاخصاب. ويصل بيك امتى؟ فهمتها لك، 7 تـ9 ويكس. ليه مش في نهايه الحمل في الام اس كيو؟ غلط، لان هو وظيفته الاساسيه منتين الكوربس ليوتيوم شهرين، فهو بيوصل بيك بعد شهرين، 8 اسابيع بنقولها من 7 لـ9. شوف المعلومه الجايه جميله قوي قوي. الهيومن كرونوجراتروبين عنده الفا سب يونت، خلاص الالفا سب يونت دي هو اسمه جونادوتروبين، عندها لوتينايزنج هرمون واف اس اتش لايك اكتيفيتي، اللي هم الجوناتروبين. مش هو اسمه جوناتروبين؟ مين هم الجوناتروبين؟ ال اف اس اتش وال اتش، فهو بيشتغل كانه اف اس اتش وال اتش بس اساسا كانه ال اتش. ال اتش افهم عشان يمنتين الكوربس ليوتيوم، وكمان بيشتغل الاوائل كتي اس اتش. يعني الالفا سب يونت، الهرمون معمول من 2 سب يونتس، الفا وبيتا. الالفا هي الاهم، بتشتغل كثلاث هرمونات، 2 جوناتروبين لوتينايزنج هرمون، لوتينايزنج هرمون ده الاهم عشان يمنتين الكوربس ليوتيوم، واف اس اتش وبيشتغل كمان كتي اس اتش، وعنده بيتا سب يونت خاصه بيه بقى. ايه الفرق بينه وبين الجوناتروبينز بتاع البيتيوتري بتاع البلاسينتا اللي طالع من اليومن كوريونيك؟ ايه الفرق بينه وبين ال اتش والاف اس اتش بتوع البلاسينتا؟ بتوع البلاسينتا فيما بينهم وما بين البروجسترون والايستروجين نيجاتيف فيدباك، انما ده مفيش نيجاتيف فيدباك ميكانيزم ما بينه وما بين البروجسترون والايستروجين.
فيش ما بينهم نيجاتيف. وبعدين النقطه اللي بعد كده ات انديكيتس بريجننسي. طيب تعال نشوف الاكشنز. انا بقولها بطريقه جميله خالص، عاوزك تتامل اسم هذا الهرمون اسمه ده اهم واحد في الخمسه، الاثنين استيرويدال والثلاثه بروتين هيومن كورونيك جوناتروبينز. الاسم ده بيقول الاوريجين، عارف في العضله في عندنا اوريجين وانسيرشن، يعني بيقول لي طالع منين ورايح فين. هيومن كوريونيك قلت لك طالع من الخلايا المشيميه اللي هتعمل بلاسينتا، لسه ما تكونش بلاسينتا، من اول يوم بيطلع اللي هتبقى بلاسينتا في يوم من الايام، فطالع من الهيومن كوريونيك الخلايا المشيميه بتاعه الانسان. جونادوتروبينز يبقى رايح يشتغل على الجونادز، يبقى الطالب ذكي رايح يشتغل على الاوفري بتاعه الام، ده الوظيفه الاساسيه. ليه يمنتين الكوربس ليوتيوم، يقول له طل خليك معانا يا كوربس ليوتيوم، طلع لنا ايستروبروجسترون لحد ما البلاسينتا تتكون وهي تاخد وظيفتك، يبقى امشي بعد كده. عشان كده الكوربس ليوتيوم بيقعد معانا شهرين لثلاثه، فبيمنتين الكوربس ليوتيوم عليه البريجننسي. بقولها باسلوب في ساخر بس عشان فاهم يا اولاد. ايش عرف الكوربس ليوتيوم اللي في الاوفري ان حصل حمل في الرحم؟ يعني ايش عرف الكوربس ليوتيوم اللي موجود في الاوفري في المبيض في الجنب ان الرحم حصل فيه حمل؟ فبقولها بلغه عبد الحليم حافظ، لما حصل حمل في رساله من تحت الماء راحت للاوفري تقول له اقعد يا كوربس ليوتيوم. مين بقى الرساله اللي من تحت الماء؟ هي الهيومن كوريونيك جونادوتروبين. لما حصل اخصاب وحمل ابتدى يتكون خلايا مشيميه هيومن كورونيك سيلز اطلقت جونادوتروبين. اهم واحد فيه انه اساسا كاليوتينايزنج هرمون، راح للاوفري قال له من تين الكوربس ليوتيوم لحد ما تكتمل نمو البلاسينتا. فدي اهم وظيفه ليه، وعشان كده سموه جونادوتروبين. شوف الوظيفه الثانيه جميله قوي، يعني بيروح للاوفري بتاعت الام. الجايه جميله قوي، إذا كان الفيتا الذكر يروح للتستكل بتاعت الجنين، يبقى الميبيا بتاع الأم والتستكل بتاع الجنين، يخلي الجنين يطلق تستوستيرون. كان مهم في إيه؟ فاكر في الديفرنشيشن، في إنه يتميز لذكر أو أنثى، في تستوستيرون واي يتميز لذكر، مفيش تستوستيرون واي يتميز إلى أنثى. وقلنا ده هو في الذكر التستوستيرون في أثناء الحمل كان ليه ثلاث وظائف، فاكر؟ كنا قلنا السكس ديترمين ان هو يتميز اعضاء الذكريه، وبعدين قلنا الديسنت اوف تيستكل للسكروتم، وبعدين التميز بتاع المخ الثري ديز لو كنت فاكرها. يبقى مين اسمه لو طالب ذكي بيقول لي هو طالع منين ورايح فين؟ هيومن كوريونيك، يبقى طالع من خلايا المشيمه اللي هتبقى بلاسينتا في يوم من الايام. جونادوتروبينز رايح للجونادز. الجميل بقى الجونادز بتاعت الام وبتاعت الجنين، الام عندها اوفرز، يبقى يروح للاوفرز يقول له للكوربس ليوتيوم مستنى معانا لحد ما البلاسينتا تتكون وتاخد وظيفتك وتطلع هي مش انت ايستروجين بروجسترون. ويروح للجناب بتاعت الجنين، اذا كان الجنين ذكر يروح للتسكل بتاعت الفيتس عشان يعمل سكريشن اوف تستوستيرون، تعمل الثلاث وظائف اللي خدناهم في الجنين بتوع التستوستيرون بحرف الدي، differentiation بتاع السكس، سكس differentiation، وبعدين الديسنت اوف تيستكل في الجنين الذكر الى السكروتم، وبعدين differentiation اوف ذا برين. طيب نيجي بقى ده الوظيفتين الاساسيتين اللي هم من اجله يسموه جوناتروبينز. ايه الوظائف الثانيه؟ في وظيفتين ثانيين على اليوترس، بيهلب الجروث اوف اندوميتريوم ويساعد الامبلانتيشن والفورميشن اوف بلاسينتا. يعني طالع من الخلايا تعمل بلاسينتا وبيساعد تكوينها، يبقى بيساعد الجروث اوف اندوميتريوم والامبلانتيشن بتاع الجنين والفورميشن اوف بلاسينتا. بعدين حاجه لطيفه جدا، الجنين مختلف عن الام في الانتيجنز. طب ليه الام ما بتلفظوش؟ ده سؤال هناخده حالا دلوقتي. من ضمن الحاجات اللي بتمنع لفظ الجنين رغم اختلافه في التركيب الانتيجنز على الام هو الهيومن كورونيك جوناتروبين، بي بريفنتس فيتال ريجكشن.
ده أهم هرمون من الخمسة وأول هرمون من الثلاثة اللي هم بروتين هرمونز. تاني واحد بقى اسمه بلاسينتا، لأنه طالع من بلاسينتا، لاكتوجين. اسمه الثاني هيومن بلاسينتا لاكتوجينز. اسمه الثالث هيومن كوريونيك، لأنه طالع من الكوريونيك إبيثيليال سيلز بتاعت البشر. هيومن كوريونيك سوماتوماموتروبين أو HCS. الاسم الثالث ده أنا بحبه ليه؟ سوماتومامو يقول لك هو بيعادل مين؟ ان هو الاكشن نوت ويل اندرستود، احنا مش فاهمين الاكشن بالظبط بتاعه بيعمل ايه. بلاسينتا لاكتوجينز ده اللي هو الهيومن كرونيك، طالع من الهيومن كرونيك ابيثيليوم. طب وراح فين؟ سوماتومامو، يبقى رايح للسوما، يبقى هو زي الجروث هرمون، وراح للمامري جلاندز، يبقى هو زي البرولاكتين. عشان كده سموه سوماتومامو ورمزها اس. سوماتو يعني زي السوماتوتروفيك هرمون اللي هو الجروث هرمون، ومامو زي البرولاكتين. محدش فاهم وظيفته لحد النهاردة في كامل جديد بالظبط ايه، لكن ربما بيموبولايز الانرجي سبستريت فور فيتال يوز، واهمهم جلوكوز. وده شفناه، فاكر الجروث هرمون كنت بقول انه غير انه بيعمل جروث، لما ترجع للمحاضرات الاندوكراين كان بيعن على الصيام بانه بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز، يعني بيموبولايز الانرجي سبستريت للفيتال يوز اللي هم جلوكوز والفري فاتي اسيد. طب والجروث هرمون ليه اسمه جروث هرمون؟ يبقى بيعمل بروتين ديبوزيشن، يعني بروتين انابوليزم. طب واسمه سوماتومامو؟ يبقى يروح للبريست، يساعد الديفلوبمنت قبل الرضاعه، قبل الولاده، بريور تو بارتيوريشن. بارتيوريشن يعني ولاده. يبقى انا استغليت اسمه يا اولاد في معرفه وظائفه. هو اسمه هيومن كرونيك، طالع من هيومن كرونيك ابيثيليوم. سوماتومامو، سوماتو يبقى ده جروث هرمون، وانا قلت جروث هرمون ربنا خلقه لسببين، يعمل جروث يعني بروتين ديبوزيشن، ويعين على الصيام انه بيزود الجلوكوز وفي فات اسيد. هنا هيعين بقى الجنين، لان الجنين ما هو يعتبر صايم، ما بياكلش، ما هو جوه بطن امه، فبيموبيلايز الانرجي سبستريتس فور فيتال يوز اللي هم جلوكوز وفي فات اسيد. طب ده اسمه سوماتو. طب ومامو؟ يبقى زي البرولاكتين، يبقى بيروح بيساعد البريست ديفلوبمنت قبل البارتيوريشن. انا عاوز ناس فاهمه يا اولاد، انا مش جاي اقرا معاكم، انا جاي افهم معاكم. في محاضراتي بنسعى الى الفهم. اسمه هيومن كوريونيك، يعني طالع من البلاسينتا، من الخلايا بتاعت البشيمه بتاعت الانسان. هيومن كوريونيك اس سوماتو مامو، يبقى سوماتو زي الجروث هرمون، والجروث هرمون قلنا ليه وظيفتين اساسيتين، يوجد وظيفتان اساسيتين، جروث يبقى بيعمل بروتين ديبوزيشن، وقلنا بيعن على الصيام انه كان بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد. طب ما الفيتا الصائم جوه بطن امه، فهو اللي بيموبيلايز الجلوكوز والفري فاتي اسيد للفيتس. وبعدين مامو يبقى يروح للمامري جلاندز، يساعد البريست ديفلوبمنت فور بارتيوريشن، قبل البارتيوريشن يعني قبل الولاده. طب الهرمون الثالث بقى البروتين اللي هو ريلاكسين، ده هنقول عنه كلمتين في عجاله كده. الريلاكسين ده بروتين طالع من البلاسينتا ومن من الكوربس لوتي. الاكشن ريلاكسين، اسمه ريلاكسين، اكت سينرجيتيكالي ويذ ذا بروجسترون، يعني بالتعاون سينرجيتيكالي ويذ بروجسترون تو مينتين البريجننسي. ومنه بي ريلاكسين، بيريلاكس اليوترس، عشان اليوترس ما ينقبضش ويلفظ ما بيدخله اللي هو الجنين. وبعدين بيريلاكس البلفيك ليجامنتس ات ذا اند اوف بريجننسي تو ايد البارتيوريشن، عشان يساعد الولاده. يبقى بيريلاكس اليوترس في اثناء الحمل للحفاظ على الحمل، وبيريلاكس البلفيك ليجامنتس عشان البلفيس يوسع عشان يساعد عمليه الولاده. اسمه ريلاكسين، بروتين هرمون طالع من البلاسينتا والكاباسيتي. يبقى مين الخمسه هرمونز المهمين يا اولاد؟ نقولهم تاني، اثنين ستيرويدز اللي هم ايستروجين وبروجستيرون، وثلاثه بروتينز، اثنين فيهم كلمه هيومن كرونيك. هيومن كرونيك جونادوتروبينز، عشان كده كان بيعادل جونادوتروبينز ال اس اتش واف اس اتش، ومعاهم دي زياده بقى للاوائل التي اس اتش، ده الالفا سب يونتس.
ده الالفا سب يونتس، وعنده حاجه زياده خاصه بيه بيتا سب يونتس. وبعدين هيومن كورونيك سوماتومامو يبقى عادل الجروث هرمون والبرولاكتين. وبعدين ريلاكسين ثالث واحد اللي هو مهم، ريلاكس اليوترس بيحافظ على الحمل، وريلاكس البلفيك ليجامنتس فيساعد الولاده. هنا بقى عندي سؤال مهم جدا يا اولاد في الشفا وفي النظري للاوائل. لما يسالك مين هم الجونادوتروبينز، كل الطلبه مخها يروح للبيتيوتري جونادوتروبينز، يقول له الاف اس اتش والال اتش. الاوائل ما يقولوش كده. لما يساله مين هم الجونادوتروبينز في الشفوي يقول له بيتيوتري جونادوتروبينز اند بلاسنتال جونادوتروبينز. البيتيوتري جونادوتروبينز اثنين، اف اس اتش وال اتش. البلاسنتال جونادوتروبينز واحد يعادلهم هما الاثنين، اللي هو الهيومن كرونيك جونادوتروبينز. لما يجي لك سؤال نظري جيفن اكاونت ان جونادوتروبينز، لو انا ما قلتش الكلام ده 90% من الطلبه بتكتب البيتيوتري جونادوتروبينز بس. الصفحه اللي خدناها اللي جميله ارجع المحاضره بتاعه البيتيوتري جونادوتروبينز. انما الاوائل يحطوا عنوانين بيتيوتري جونادوتروبينز ويتكلم على الاف اس اتش والال اتش، والبلاسنتال جونادوتروبينز اللي هو الهيومن كرونيك جونادوتروبينز. يبقى في الانسان في كام جونادوتروبينز؟ اثنين من البيتيوتري واحد من البلاسنت، اثنين من البيتيوتري واحد من البلاسنت. بتوع البيتيوتري اف اس اتش والال اتش، وبتوع البلاسنتا طبعا خاص بالفيميلز بس هيومن كرونيك جونادوتروبينز، لان البيتيوتري جونادوتروبينز الاثنين دول في الذكر والانثى، انما الهيومن كرونيك جونادوتروبين في الانثى بس. فعشان كده ممكن يغير لك سؤال بصيغه ثالثه يقول لك جونادوتروبينز ان فيميلز، يبقى تكتب ثلاثه، الاثنين بتوع البيتيوتري وبتاع البلاسنتا. طب ان ميلز يبقى بتوع البيتيوتري بس. خليك واعي، ده سؤال جميل قوي نظري وشفوي. طيب خلصنا الوظائف البلاسنتا الخمسه، وكان اخر وظيفه وهي الاطول اللي هو الهرمونال فانكشن بلاسنتا، اللي هو اوريدي بيطلع خمسه، اثنين ستيرويدلز ايسترون بروجستيرون، وثلاثه بروتين هيومن كرونيك جوناتروبينز، هيومن كرونيك سوماتوماموتروبينز اللي هو البلاسنتا لاكتوجينز، واخر واحد اللي هو ريلاكسين. طب في هل اذر هرمونز بتطلع during pregnancy مش من البلاسنتا، من حتة تانية غير 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 البلاسنتا؟ في هرمونات بتزيد؟ اه في. اقول لك حاجة بطريقة جميلة، الخمس غدد اللي خدناهم وكتبتهم بنظام لاني مع شقت الاستعشق النظام، بتساهم في البريجنانسي، لان البريجنانسي دي استرس على الفيميل عاوز مشاركة من كل الغدد. فالبيتيوتري جلاندز بتبقى stimulated by placental hormones تزود الـ ACTH والثيرويد ستيميتنج هرمون والبروراكتين. عارف مين الوحيد اللي بيقل؟ ده سؤال الام اس كيو، البيتيوتري جونادوتروبينز. عارف ليه؟ عشان في بلاسنتال جونادوتروبينز، فلا حاجه لنا لل بيتيوتري جونادوتروبينز. الثيرويد بتطلع تي 3 وتي 4 اكتر، الباراثيرويد بتطلع الباراثرمون اكتر عشان الكالسيوم، مش في عظم في البيبي. الادرينال كورتنج بتطلع اهم تو هرمونز الجلوكو والمينرالو كورتيكويدز، والبنكرياس بتطلع انسولين. واحد يقول لي افتكرهم ازاي؟ بترتيب الغدد. احنا خدنا الغدد في الاندوكراين بيتيوتري، بعديها خدنا الثيرويد، بعديها خدنا نمره 3 الباراثيرويد، نمره 4 خدنا الادرينال كورتكس، نمره 5 البنكرياس. الخمسه بيطلعوا هرمونات اكتر. يبقى اوعى تنسى البلاسينتا بتطلع خمس هرمونات، والخمس غدد اللي هم مش بلاسنتا الاساسيين بيزودوا افراز الهرمونات. ومين اهم سؤال فيهم هجيبه لك؟ كل الهرمونات زادت، مين الوحيد اللي ناقص الاف اس اتش والال اتش؟ حطها لك في الدائره المشروع بتاعتنا ليه، تبقى فاهم. لان احنا عندنا بلاسنتا الجونادوتروبينز، فلا حاجه لنا للبيتيوتري جونادوتروبينز، انما الباقي كله زاد زاد زاد. فتروح راسس الخمس غدد لما يقول لك مين الاذر هرمونز اللي بوشكيت دورينج بريجنسي، بيوتري ثيرويد باراثيرويد ادرينال كورتكس بانكرياس، تكتب الهرمونات. للجماعه البوست جراديويت اللي هم بيتقدموا الى ماجستير النساء والتوليد، لما يقول لك هرمونال تشينجز ان بريجنسي تكتب الخمس هرمونات بتوع البلاسينتا، والخمس غدد دول تقول الغدد اللي طلعوهم زياده. طيب
ده كان اهم حاجه في البريجنسي. نيجي بقى الكونتينيويشن اوف بريجنسي، ازاي احنا كملنا البريجنسي؟ ان منعنا الريجريشن في كوربس يوتيوم. لو ما حصلش اخصاب في كوربس يوتيوم كان بيتحول لكوربس البيكانس في غضون ايام قليله. انما لو حصل بريجنسي قلنا خلايا اللي المشيمه الهيومن كرونيك سيلز بتبعت رساله من تحت الماء اسمها هيومن كرونيك جوناتروبينز من التروفوبلاس اللي هو بيشتغل اساسا كاي كاليتينايزنج هرمون، يروح يمنتين الكوربس لوتيوم اللي في الاوفري لمده 60 يوم لحد ما البلاسينتا تاخد اتس رول. قلناها. فما يقول لك ازاي بنعمل كونتينيوشن بريجننس، ايه اللي بيمنع الكوربس لوتيوم من يديجنريت في الاوفري لو حصل بريجننسي؟ افتكرها، رساله من تحت الماء بعث بيها التروفوبلاس من اليوترس وهي الهيومن كرونوجلوتروبين، مشيت في الدم تحت الماء في الدم، راحت للاوفري قالت للكوربس يوتيوم استنى، لان الهيومن كرونوجلوتروبينز الالفا سب يونت هو عنده البيتا سب يونت دي بيكيولر مش موجوده في غير فيه هو بس، انما الالفا سب يونت هي الاهم بتشتغل كالوتينايزنج لوتينايزنج لوتينايزنج يمتين الكوربس يوتيوم وكتو هرمون ثانيين اف اس اتش وتي اس اتش للاوائل تمنتين الكوربس يوتيوم 60 يوم. سؤال تاني بيسألوا لكم في الشفوة، الأم لو زرعت لها كيليا، لو زرعت لها كبد، لو زرعت لها قلب بتلفظه لأنه مختلف عنها. طب لماذا لا تلفظ الجنين برغم أن الجنين ده يعتبر يعني جرافت مختلف عنها في التركيب من حيث الأنشيز، ليه ما بتعملوش ريجكشن؟ بص بقى معايا، ذلك يعزى لأربع أسباب. أول حاجة ان الخلايا الطبيعيه بتاكسبريس بتبين ميجر هيست كومباتبل كومبلكس كلاس 1 وكلاس 2 تقول ده تبعنا، عشان الاميون سيستم لما يلاقي حاجه مختلفه عنه يضربها. طب احنا دلوقتي الخلايا بتاعه الفيتاس تروفوبلاس البلاسينتا تروفوبلاس توهت الاميون سيستم فعملت اكسبريشن لحاجه غير اللي واخد عليها يقراها مظبوط، لحاجه اسمها هيومن ليكوسيتيك انشين جي، مش الحاجه اللي معتاد عليها هو الميجرز كومباتبل كومبلكس كلاس 1 و 2. يبقى حطت شاره ما 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 يعني اتلخبطوا، الشاره المعتاده اللي بيعرف منها تبعنا ولا مش تبعنا هي الميجرز كومباتبل كلاس 1 او 2، هي حطت له اكسبريس حاجة تانية خالص مش فاهم فيها اللي هو الهيومن ليكوسيتيك انشين كلاس جي. تاني حاجة، مين اللي كان بيلفظ اي نسيج؟ تي سيلز، قلنا التيشو جرافس اللي بيلفظها تي سيلز. فالبلاسينتا عند السيرفيس اوف بلاسينتا استنته بالاف اي اس اللي هو يسموها فاس ليجانت، حتى بقولها بطريقة لطيفة، اي تي سيلز تقترب للفظ الجنين البلاسينتا بتضربها بالفاس على دماغها ودماغ اللي تشدد لها بالفاس. خلاص اوعى تنسى بتضرب التي سيلز بالفاس، التي سيلز بالفاس ليجاند اون ذا سيرفس اوف بلاسينتا. ثالث حاجه، انه بتقلل الام السيركوليتنج انتي بوديز، يعني تصور الام بتقلل الانتي بوديز بتاعتها عشان ما تلفظش الجنين، تقلل مناعتها لصالح الجنين، سبحان الله. رابع حاجة لسه قايلينها، ان كان من ضمن وظائف الهيومن كوريونيك جونادوتروبينز انها كانت بتعمل اميونو سبريشن، بتمنع لفظ الجنين، تعتبر اميونو سبريسيف ايجنت، عامل بيقلل المناعة. For 8 to 12 weeks after implantation، دي حاجة تانية خالص مالهاش دعوة بالفيلير، بيقول لك لمدة 8 ل 12 اسبوع بعد الامبلانتيشن امبريو لسه البلاسينتا ما اتكونتش، بياكل منين؟ ده سؤال رزق ملوش دعوه بالريجكشن خالص، ده حاجه ثانيه. قبل تكوين البلاسينتا الامبريو بياكل منين؟ بياكل من الدايجيشن اوف ديسيديا باي تروفوبلاس، يعني نفس الاندوميتريوم بيهضم خلايا وياكلها لحد ما يتكون بلاسينتا. طيب ده اللي هي الخطوة الرابعة اللي هو البريجنسي، فاضل فيها البريجنسي تس، وده سؤال عملي ونظري وكل حاجة.
اختبارات الحمل، ايه اهم معلومه في اختبارات الحمل يا اولاد؟ انتوا عارفين احسن مني ان البريجننسي تيست depend on the detection of human chorionic gonadotropin in urine or blood. هقولها المرة الثالثة. البروجستيرون يدل على ان في corpus luteum، يدل على ان في ovulation في الفيميل. The progesterone is an index of ovulation. بينما الhuman chorionic gonadotropin يدل على ان في placenta، مادام الست عندها بلاسنتا يبقى 100% حامل، يدل على الحمل. فالهيومن كورونال جوناتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. يبقى اهم حاجه في البريجننسي تيست انك تقول ان اول بريجننسي تيست، كل البريجننسي تيست ديبند اون ذا ديتكشن اوف هيومن كورونال جوناتروبين ان يورين اور بلاد. البروجستيرون للمره الخامسه اندكس اوف اوفيليشن. Human chorionic gonadotropin index of pregnancy. في تجربتين، في agglutination test أو immunological test. زمان كان في تجربة indirect غبية بس نقولها في عجالة، وبعدين بالوقت بيعملوا الدايركت. نيجي الindirect. دلوقتي كانوا يجهزوا حاجتين في المعمل، مجهز حاجتين. Human chorionic gonadotropin antibodies. Antibodies ضد human chorionic gonadotropin. وبعدين جايبين RBCs synthesized أو latex particles، ورق كده صغير particle حاطين عليه human chorionic gonadotropin coated by على سطحه في human chorionic gonadotropin. وبعدين نجيب اليورين بتاع الست اللي عاوزين نعرف هي حامل ولا لا. لو الست حامل يبقى اليورين ده positive، يعني فيه human chorionic gonadotropin. فالhuman chorionic gonadotropin antibodies هتروح تتفاعل مع الهيومن كورونال جوناتروبين بتاع اليورين. فلما بعد كده تحط اللاتكس بارتكلز بخلاص الهيومن كورونال جوناتروبين انتي بوديز استهلك بالهيومن كورونال جوناتروبين بتاع اليورين. الانتي بوديز اللي ضد الهيومن كورونال جوناتروبين تفاعلت مع الهيومن كورونال جوناتروبين اللي في اليورين لان الست حامل، فما بقاش فيه انتي بوديز. فلما بعد كده احط الار بي سيز اللي عليها هيومن كورونال جوناتروبين او اللاتكس بارتكلز اللي عليها هيومن كورونال جوناتروبين، مفيش انتي بوديز، خلاص خلصت تفاعلت مع اليورين، فمش هيحصل لها اجلوتينيشن. فده يقول ان الست بريجننت حامل. لكن لو ان اليورين نيجاتيف بتاع الست، الست مش حامل، اليورين بتاعها ما فيهوش هيومن كورونال جوناتروبين، يبقى اما احط عليه الانتي بوديز ما لقاش حاجه تفاعل معاه، فقعد زي ما هو سليم كده زي الفل. فلما اجي احط بعد كده الار بي سيز اللي عليها هيومن كورونال جوناتروبين او اللاتكس بارتكلز اللي عليها هيومن كورونال جوناتروبين يتفاعل معاها ويعمل لها اجلوتينيشن. يبقى لو حصل اجلوتينيشن لللاتكس بارتكل او الار بي سيز، معناها ان التفاعل حصل مع الار بي سيز واللاتكس بارتكلز، معناها ان اليورين ما كانش فيه جوناتروبين، يبقى الست دي مش حامل. يبقى طريقه اندايركت. لو حصلش اجلوتينيشن يبقى الست حامل. لو حصل اجلوتينيشن ار بي سي جولاتكس بارتكل يبقى الهيومن كورونال جوناتروبين لم يستهلك في اليورين لان الست مش حامل، اليورين ما فيهوش هيومن كورونال جوناتروبين، يبقى نو بريجننسي. حتى بقولها في مزاح، يعني لو ما حصلش اجلوتينيشن يبقى الست حامل، حصل اجلوتينيشن يبقى الست مش حامل. كانوا زمان في مصطلح كده يقول لك هو حصل ولا ما حصلش ولا ما حصلش حاجه تلخبط، فبطلوا التجربه الغبيه دي لانها بتتقري بالعكس. يعني انا لو حصل اجلوتينيشن اقول الست مش حامل، ما حصلش اجلوتينيشن اقول الست حامل. فعملوها بتجربه اسكى هي اللي بتستخدم اللي هي الدايركت ميس. دلوقتي المعمل يا اولاد، المعمل بيجيب ايه؟ بيجيب لاتكس بارتكلز مش عليها هيومن كورونال جوناتروبين، عليها الانتي بوديز. يعني عليها الانتي بوديز، يعني في التجربه الاولانيه كان عليه الهيومن كورونال جوناتروبين هرمون، لا ده اللاتكس بارتكلز حاطين عليها الهيومن كورونال جوناتروبين افهم انتي بوديز. فلو الست حامل يبقى اليورين بوزيتيف فيه هيومن كورونال جوناتروبين، هيتفاعل مع الانتي بوديز دي
يمسكهم في بعض يحصل لهم اجلوتينيشن يبقى في بريجننسي. لو اليورين مفهوش هيومن كولونجياتروبين يبقى مفيش حاجة تتفاعل مع الانتي بوديز اللاتيك بارتكلز، فكل بارتكل تقعد لوحديها مفيش حاجة تفاعلت معها، فبالتالي يبقى الست دي مش حامل. يبقى تاني، يبقى في الدايركت اجلوتينيشن تيست او كواجوليشن تيست هنا اللاتكس بارتكل، ايه الفرق بينها وبين التجربة الاولانية؟ ما عليهاش الهيومن كولونجياتروبين، افهم عليها كرونين هيومن كولونجياتروبين انتي بوديز، حتى عاوز اصلحها انتي بوديز. يبقى عليها الانتي بوديز اللي ضد الهيومن كولونجياتروبين، هنا كان عليها هيومن كولونجياتروبين، هنا عليها الانتي بوديز، فخلاص تجربه فيري دايركت. لو اليورين فيه بوزيتيف يعني ست حامل، يبقى عندها في اليورين هيومن كولونجياتروبين، هيتفاعل مع الانتي بودي اللي على اللاتكس بارتكل دي ويتفاعل مع اللاتكس بارتكل الثانيه والثالثه، يمسكهم الثلاثه والاربعه والخمسه فيمسكهم في بعض، فاهم التعبير؟ يعني هيتفاعل مع كل انتي بودي على كل لاتكس بارتكل يتفاعلوا معاه، وبالتالي يمسكوا فيه وبالتالي يمسكوا في بعض، فيحصل اجلوتينيشن او كواجليشن. يبقى تجربه سهله لو حصل نشر ست حامل، يبقى سهله حتى في 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 الانتربريتيشن، ما حصل لهمش اجلوتينيشن يبقى التجربه نيجاتيف يبقى الست مش حامل. الاهم بقى دلوقتي في النهارده حاجات يعني راديو امينو اسي اللي بيقيسوا بيها اي هرمون، بيقيسوا بيها دايركتلي الهرمون الهيومن كولونجياتروبين في البلاد او يورين، يبقى دي اسمها راديو امينو اسي، دي طريقه لقياس الهرمون دايركتلي. احنا الحمل بيعتمد على الهيومن كولونجياتروبين، فبنقيسه دايركتلي في اليورين او البلاد بالراديو امينو اسي. يبقى ده البريجننسي تيست. هقولها تاني في عجاله يا اولاد، مين اهم جمله؟ ان البريجننسي تيست ديبند، خليها تيست بعد اذنك، البريجننسي تيست اختبارات الحمل، اهو بريجننسي تيست ديبند اون ذا ديتكشن اوف هيومن كولونجياتروبين ان يورين اور بلاد. قلنا بيظهر في البلاد بعد 6 ايام، في اليورين بعد 14 يوم من الكونسبشن، وقلنا بيوصل البيك فاكر من 7 ل 9 اسابيع لما هو بيمنتين الكوباسيوتي، ولا مش محتاجين الكوباسيوتي. في تجربتين، يا اجلوتينيشن تيست يا ريديو امينو اسي. ريديو امينو اسي سهله بنقيس بيها البيتا سب يونت بتاع الهيومن كولونجياتروبين دايركت، الهرمون دايركت البيتا سب يونت اللي هي بيكيوليرلي موجودة فقط في الهيومن كولونجياتروبين، مش في أي جوناتروبين آخر، البيتا سب يونت دي فقط في الكولونجياتروبين اللي هو بتاع البلاسينتا بتاع الحمل. دي اسمها راديو امينو اسي، بتستخدم في قياس أي هرمون، أي هرمون في الجسم. اللي في حالتنا دلوقتي في حالة الحمل، فين الهرمون بتاع الحمل؟ الهيومن كولونجياتروبين. أو الأجلوتينيشن أو إيمونولوجيكال تيست. في طريقة اندايركت وطريقة دايركت. اندايركت ليه؟ لأن لو في أجلوتينيشن مفيش حمل، مفيش أجلوتينيشن مفيش حمل. هنا بيستخدموا ثلاث حاجات مش حاجتين، بيستخدموا هيومن كولونجياتروبين انتي بوديز، هنا في كومبيتيشن قصاده يتفاعل مع اللي في اليورين لو الست حامل، يتفاعل مع الهيومن كولونجياتروبين اللي على اللاتكس بارتك، فلو تفاعل مع اليورين مش هيتفاعل مع البارتك، يبقى البارتك مش هيحصل لها اجلوتينيشن لان الست حامل. لو تفاعل مع البارتكلز يبقى 100% ما عرفش ليه يتفاعل مع اليورين، لان ما كانش في اليورين هيومن كولونجياتروبين، فما قصدوش غير الهيومن كولونجياتروبين اللي موجود على اللاتكس بارتكلز، فحصل لها اجلوتينيشن. يبقى هنا البارتكل عليها هيومن كولونجياتروبين، والانتي بوديز ده يعني في تنافس ما بين الهيومن كولونجياتروبين انتي بوديز، ما بين الهيومن كولونجياتروبين اللي في اليورين اللي هو المهم بتاع الحمل واللي على اللاتكس بارتكلز. عملوها بطريقه اسهل، قالوا طب ليه التعقيد ده؟ ما احنا بدل اللاتكس بارتكل بيبقى عليها هيومن كولونجياتروبين نحط عليها هي نفسها الانتي بودز. لو اليورين الست بوزيتيف حامل عندها هيومن كولونجياتروبين هيتفاعل مع الانتي بودز اللي على اللاتك بارتكلز، يمسكوا في الهيومن كولونجياتروبين وبالتالي يمسكوا ببعض فيحصل اجلوتينيشن، يبقى الست حامل. لو اليورين ما فيهوش حاجه هيقعدوا سايبين لان هم ما تفاعلوش بحاجه عشان يمسكوا ببعض، مفيش اجلوتينيشن الست مش حامل. ستيجز اوف ليبر يا اولاد،
الليبر ثلاثة ستيجز. الفيرست ستيج ان اليوتراين كونتراكشن لحد ما السيرفكس يبقى فولي دايليتد، ده يسموه فيرست ستيج اوف ليبر. سكند ستيج اللي هو الاكسبالشن اوف بيبي فروم بيرث كانال، نزول البيبي من قناه الولاده. ثيرد ستيج هو الاكسبالشن اوف بلاسينتا اند فيتال ميمبرنز. عشان كده حتى في اللغه الدارجه عندنا بيسموا البلاسينتا اللي هي المشيمه الخلاص. ليه؟ لان الولاده ما تخلصش خلاص بنزول البيبي، لازم الطبيب او الدايه حتى زمان تستنى لما ينزل مشيم، فكده تقول الولاده خلصت خلاص. ده الستيج 3. يبقى اول ستيج يوتراين كونتراكشن تيل فول دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. في البرايميبرا يعني هي الست اللي اول مره بتولد، اول مره في حياتها تولد، ده بيبقى الستيج ده طويل جدا جدا، يعني بياخد اطول وقت الفيرست ستيج ان يبقى اليوترس والبيرث كانال حته واحده، يعني لا يمكن تمييزهم من بعض، يعني اليوترس والسيرفكس والفاجينا حاجه واحده في المنظر ده كده، بيسموها بيرث كانال. ده الفيرست ستيج لحد ما السيرفكس يبقى فولي دايليتد ويبقى فيها اهي كانال ينزل منها الجنين. سكند ستيج منزل بيبي. ثيرد ستيج امتى بقى يبقى خلاص الولاده خلصت؟ لما الخلاص ينزل، اللي هو مين الخلاص في اللغه الدارجه؟ البلاسينتا والفيتال ممبر. طيب نيجي الستيج السادس والاخير يا اولاد، هو الرضاعه لاكتيشن. تنساش لعبد الله قسمها لك بطريقه لطيفه، ست احداث من الاخصاب الى الرضاعه. اول ثلاث احداث قلنا مش مهمه، الاخصاب الفيرتلايزيشن، الحدث الثاني بري امبلانتيشن مش مهم، الثالث امبلانتيشن مش مهم، ثم الحدث الرابع والخامس والسادس الحمل والولاده والرضاعه. طيب نيجي لل ولادة، اسف حدث الخامس الاول ما قلناهوش لسه، الولادة. شوف راح فين الورق. بارتوريشن اللي هو الولادة او الليبر او الديليفري، هي ثلاث اسماء يا ولاد. دول موضوعين صغيرين هنقولهم في عجالة ونقفل بكده. بارتوريشن اللي هي الليبر اللي هي الدليفري. الولاده هي الاكسبالشن اوف فيتس اند بلاسينتا زي ما قلنا. It requires تحتاج strong coordinated uterine contraction. يعني اليوترس ينقبض بطريقه coordinated متناسقه. Helped by voluntary abdominal muscle contraction. يعني بنقول للست وهي لما يجي لك الطلق لما الرحم ينقبض احزقي. اعملي فولانتري ابدومينال ماسل كونتراكشن. ليه بنقول هيلب باي؟ لانه مش لازم، المهم اليوترس ينقبض ودي حاجه انفولانتري. الانقباض بتاع الابدومينال ماسل فولانتري ده مش مهم قوي. والاثبات ان لو ست وهي حامل حصل لها بارابليجيا شلل نصفي، اتشل النص التحتاني من جسمها ما تقدرش تتحكم فيه بتولد برضه. فعشان كده بنقول هيلب باي، انما الولاده تحتاج اساسا لسترونج كوردينيتد يوتراين كونتراكشن بس. يساعدها بنقول للست احنا من عندنا زياده حاجه فوق البيعه لما يجي لك الطلق اللي هو الكوردينيتد يوتراين كونتراكشن يبقى احزقي معاه، ساعديه يا ستي. مش مهم. طيب هناخد اربعه هرمونال فاكتور يساعدوا الولاده وثلاثه ميكانيكال فاكتور، سبعه يعني، اربعه هرمونال وثلاثه ميكانيكال. هتقولي مين اهم نظريه فيهم؟ هقول لك أهم نظرية فيهم كلهم مجتمعون مالتي فاكتوريال، مفيش نظرية واحدة من السبعة الأربعة هرمونال والثلاثة ميكانيكال لوحدها تفسر ولادة، إنما مع بعض يفسروا. نبتدي بالأربعة هرمونال فاكتورز. قلنا واحد منهم اللي هو الإيستروجين بروجسترون ريشيو. إحنا عارفين الإيستروجين بيساعد انقباض الرحم والبروجسترون بيقلل انقباض الرحم، ففي الشهر السابع بيزيد الايستروجين تو بروجسترون ريشيو.
النسبه بين الايستروجين والبروجسترون بتزيد. يعني ايه؟ يعني ده يحصل ان الايستروجين بيزيد كونتينيو تو انكريز بعد الشهر التاسع السابع اسف، والبروجسترون يقل يقعد ثابت. يعني اللي فوق زاد وهو الايستروجين بيساعد الانقباض، والبروجستيرون اللي بيمنع الانقباض يقل يبقى ثابت بدءا من الشهر السابع. ادي اول نظريه اللي هو زياده الايستروجين تو بروجستيرون ريشيو. طب النظريه الثانيه اوكسيتوسين، مصدر الاوكسيتوسين جاي من الفيتس والماتيرنال سورس. حتى بقولها في مزاح ان الولاده ليست مسؤوليه الام فقط، انما مسؤوليه مشتركه بين الام والجنين. فبقول الجنين ده مش طيشه، مش يقول له انزل انزل، هو بيقرر مع امه خلاص، هو يطلق الاكسوسين، امه بتطلع اكسوسين يقبض الرحم، هو يطلع اكسوسين يقبض الرحم، نزلوني يا جماعه. فيبقى فيتال اند ماتيرنال سورس. الاكسوسين بيشتغل بطريقه دايركت، بيعمل كونتراكشن بنفسه، وان دايركت عن طريق البروستا جلاندنز. طيب مين اللي بيزود الثنسز اوف والسنسيتيفيتي اوكسيتوسين ريسبتور؟ الايستروجين. الايستروجين اللي بيزود الانقباض، اللي هو كان مهم فوق ان الايستروجين يزيد البروجستيرون يقل، فالايستروجين هو اللي بيزود الثنسز والسنسيتيفيتي اوكسيتوسين ريسبتورز. النظريه الثالثه بروجكت بروستاجلاندينز، بيطلع منين برضو؟ انتاج مشترك من الديسيديوا. انا قلت ايه هي الديسيديوا؟ اللي هي الديسيديوا رياكشن، اللي هي التغيرات اللي بتحدث في الاندوميتريوم بتاع اليوترس بتاع الام استعدادا للامبلانتيشن. يبقى الديسيديو دي تبع الام، فالبروستاجلاندين بيطلع من الام اللي هو الديسيديا والفيتال ميمبرنز. يبقى مره اخرى انتاج مشترك، الفيتس ده مش طيش، بيطلع اوكسيتوسين مع امه، بيطلع بروستاجلاندين مع امه. يعمل ايه البروستاجلاندين دي؟ ودي من اهم المواد اللي بتعمل الانقباض، يعمل دايركت يوتراين كونتراكشن وانديوس اوكسيتوسين اكشن ويزود الاوكسيتوسين اكشن، ومش بس يكونتراكت اليوترس، وفي نفس الوقت يسوفتن يطري ويدايليت ويوسع وثينز اوت اليوتراين سيرفكس. لما قلتها لك اولاد في البيرث كانال، يعني بيقبض الرحم ويطري ويدايليت ويثين اوت اليوتراين سيرفكس. رابع هرمون، حتى الادرينال جلاند يا اولاد بتساهم في الولاده، اللي هو بيسموه بقى، شوف الفيتس هنا لوحده، نظريه لوحده، فيتال هايبوثالاموس يشغل بيتيوتري يشغل ادرينال جلاند يؤدي الى يوتراين كونتراكشن، فيسموها فيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. يعني اول نظريه اهي كانت بتاعه الام لوحدها، زياده الايستروجين بروجسترون ريشيو. اخر نظريه الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس بتاعه الفيتس لوحده. طب الاثنين اللي في النص الاكسيتوسين والبروستاجلاندينز، انتاج مشترك من الفيتس والام، من الفيتس الديسيديا والفيتال ميمبر. يبقى كام نظريه هرمونال يا اولاد؟ اربعه، نقولهم تاني في عجاله وتبقى تسمعهم. زياده الايستروجين بروجسترون ريشيو، الايستو اللي بيقبض الرحم بيزيد بدءا من الشهر السابع والبروجسترون يثبت يقل. طب تاني حاجه الاكسيتوسين بيعمل دايركت كونتاكشن عن طريق البروستاجلاندين، ومين يزود الاكسيتوسين ريسبتور والعدد او السنسيفيتي؟ الايستروجين. ثالث نظريه البروستاجلاندينز، بيقبض الرحم وفي نفس الوقت بيسوفتن ويدايليت ويثين اوت السيرفكس. رابع نظريه الفيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. يبقى ايستروجين بروجسترون نمره واحد، عد معايا، اكسيتوسين نمره اثنين، بروستاجلاندين نمره ثلاثه، هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس نمره 4. ايستروجين بروجسترون ريشيو يزيد، اوكسيتوسين نمره 2، بروجسترون نمره 3، فيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. نيجي ميكانيكال فاكتور اسهل يا اولاد، 3. مش البيبي بيكبر؟ واليوترس بيكبر؟ قلنا بسبب الايستروجين. فده بيحصل ستريتش في يوتراين ماسل، واحنا ستاردنج قال كل ما تسترتش المصل بتنقبض اقوى، فالسترتش اوبيتراين ماسلز بيزود اليوتراين كونتراكشن، مفهوم؟ طيب تصور الاسترتش اوف سيرفكس لما راس البيبي تنزل في عنق الرحم
وتعمل له ستريتش ده يبعت امبلس تعمل ريفلكس تراين كونتراكشن، حاجات ميكانيكال اهو. يبقى الاستريتش بتاع اليوترس والاستريتش بتاع السيرفكس. طب ونمره 3 بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز. قلت لكم ان مفيش بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز في الاندوكراينال جلاندز غير مرتين، الاثنين في الفيميري برودكتيف سيستم، واحده في التبويض لما قلنا الرايزنج ليفل اوف ايستروجينز 2 دايز بيفور اوفيليشن كان بيعمل 2 سيرج، بيزود ال اتش 6 ل 10 مرات والاف اس اتش مرتين لثلاثة. يبقى اول مره في التبويض كان في بوست فيدباك ميكانيزم، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين بيزود الاف اس اتش والال اتش. تاني بوست فيدباك ميكانيزم برضه في الفيميري برودكتيف سيستم، مش في التبويض بقى، في الولاده. السيرفايكال ستريتش لما راس البيبي تنزل في عنق الرحم وتعملها ستريتش ده يزود اليوتراين كونتراكشن، فلما اليوترس ينقبض يزق راس البيبي اكتر في السيرفكس يحصل مور سيرفايكال ستريتش. يبقى بوست فيدباك الستريتش يقبض الرحم والرحم يزق البيبي فراس البيبي تعمل مور ستريتش في السيرفكس، لا ما توقفش غير بنهايه الولاده. طيب السيرفايكال ستريتش كنا خدناها بتطلع اوكستوسين، والاكستوسين يقبض الرحم فراس البيبي تنزل فيعمل مور سيرفايكال ستريتش، وبنسمي ده فيرجسون ريفلكس، ان السيرفايكال ستريتش يطلع اوكستوسين يقبض الرحم فينزل البيبي براسه اكتر في السيرفكس يعمل مور سيرفايكال ستريتش. يبقى شفنا اولاد البوست فيدباك ميكانيزمز في الاندوكراين اندوكراينال سيستم، لانه في بوست فيدباك تانية في الجي اي تي بس ما لناش دعوه بيها دلوقتي، مرتين في الفيميري برودكتيف سيستم في التبويض وفي الولاده. الولاده اوعى تنسى في 4 هرمونال فاكتورز و3 ميكانيكال فاكتورز، من هي اصدق نظريه لا اكل ولا امل؟ السبعه مجتمعين مالتي فاكتوريا، الايستروجين بروجسترون ريشيو، اوكستوسين نمره 2، بروستاجلاند نمره 3، فيتال هايبوثالاميك بيتوتري ادرينال اكسس نمره 4، دول 4 هرمونال، و3 ميكانيكال الستريتش اوف ترايب ماسل، الستريتش اوف سيرفكس، والتو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. نيجي الحدث السادس والاخير يا اولاد وهو اللاكتيشن. ده سؤال مهم جدا، يعني البارتوريشن او الديليفري او الليبر سؤال مهم جدا. طب الرضاعه سؤال مهم جدا. البريست ديفلوبمنت، البيبي الطفله الصغيره قبل المراهقه بيبقى صدرها صغير خالص زي صدر الولد. البريست ديفلوبمنت ستارتس ات بيوبرتي، بيبتدي مع البلوغ، ولكن يا اولاد كومبليتد ديورينج بريجننسي، يكمل في الحمل. في الحمل تلاقي صدر الست الحامل بيكبر زياده شويه، يبقى يبتدي مع البلوغ لكن يكتمل مع الحمل. في كم مرحله لنمو الثدي؟ 4. الجروث مرحلتين، ان البريست يكبر خلاص حاجه كوزمتيك، يبقى يحصل انلارجمنت اوف ستروما ويحصل ديبوزيشن اوف فات، يزيد البلاد فلو، الاريلا تتلون، كل دي حاجات كوزمتيك. فين اهم حاجه بقى وظيفيه فانكشنال؟ النيبل والدوتس. مين اللي بيعمل دول؟ الايستروجين. يبقى اهم وظيفه الايستروجين، هتختار واحده من كل دول انا هحطلك فوق اهو، الدكت سيستم. النيبل والدكس ده وظيفه الايستروجين، لكن هو اللي بيكبر البريست، بيعمل انلارجمنت الستروما فات، وتعالى ارسمها لك اهو، وبيزود البلاد فلو، البلاد فلو تزيد، وبعدين يلون الاريلا اللي هي حوالين النيبل، حتى قلنا انها البيجمنتيشن بيزيد اكتر في الايرلي بريجننسي يا اولاد، في بدايه بريجننسي. عشان كده قلت لك لما تلاقي واحده ست الايرلا بتاعتها بني اعرف انها كانت في يوم من الايام حامل، حتى لو الحمل ما اكتملش يعني سقطت بيقعد لونها بني لانها بتحصل في الايرلي بريجننسي. يبقى الاول في شويه حاجات كوزمتيك، ان هو بيكبر البريست عن طريق الاستروما والفات، يزود الدمويه البلاد سبلاي، يلون الاريلا، كل ده حاجات معلش نمر. اهم حاجه انه بيعمل الدكت سيستم، النيبل والدكتس. ده مين يا اولاد؟ الايستروجين. يجي البروجستيرون بتاع الحمل، برو قلنا يعني قبل، وجستيشن يعني حمل،
يكمل الصورة يركب في الضغط. أي شايف الفرق بين الرسمة اللي بيقولوا الألفيولاي اللي هيتحط فيها الميلك ده مين يعمله؟ بروجستيرون. طيب مين يملاهم بميلك؟ برولاكتين بتاع الانتيرو بيتيوتري ده اللي بيعمل سكريشن. طب مين يفضيهم عشان البيبي يقدر يرضع؟ يسموها ميلك ايجكشن او الاصح ميلك ليت داون. ازاي؟ ان في حوالين الالفيولاي خلايا عندها خاصيه الانقباض اسمها مايو ابيثيليال سيلز. اهي مايو ابيثيليال سيلز يعمل لها كونتراكشن فيعمل ميلك ايجكشن او ميلك ليت داون. ده مين؟ الاوكسيتوسين بتاع البيتيوتري. الاثنين دول البرولاكتين اللي بيملى اللي بيعمل سكريشن والاوكسيتوس اللي بيعمل ميلك ايجكشن بيبقوا ستيميليتد بالساكلينج بالرضاعه لما البيبي يرضع في تاتش ريسبتور في النبل. طيب للاوائل بقى الايسترون بروسترون في هرمونات تانيه بتساعدهم بيساعدهم البرولاكتين عشان كده سموه برولاكتين لانه بيبتدي قبل اللاكتيشن بيساعد الجروث بيساعدهم الجروث هرمون شو ما بيعملوا جروث يبقى 100% محتاجين جروث هرمون. بيساعدهم الانسولين اللي هو اهم انابوليك هرمون بيساعدهم الجلوكوكورتيكويد يعني في اربع هرمونات بتساعد الجروث باي ايسترون اند بروجسترون للاوائل برولاكتين وانسولين وجروث هرمون وجلوكوكورتيكويد. طب مين بيساعد البرولاكتين؟ قلناها الهيومن كرونيك سوماتوماموتروبين. طب مين بيساعد اوكسيتوسين حفظتها الاجيال؟ المساعد ربنا ده بيشتغل لوحده بيعمل لوحده الميلك ايجكشن او الميلك ليت داون. فده سؤال مهم قوي يا اولاد. يبقى تاني البنت بيبقى البريست بتاعها الطفله مفيش خالص. نقول الاول حاجات جماليه مين يكبره ويلون الاريولا يخليها لونها بينك ويزود الدمويه الايستروجين كل ده تاخد عليه صفر. اهم حاجه بيعملها الايسترون نيبل وضغط الضغط سيستم ايسترون. مين يكمل الصوره؟ يركب الالفيولاي واللوبيولز البروجستيرون. مين يملاهم ميلك سكريشن؟ برولاكتين بتاع الانتيرو بيتيوتري. مين يفضيهم للبيبي؟ ميلك ايجكشن او الاصح ميلك ليت داون كونتراكت مايو ابيثيليال سيلز عشان الميلك ينزل ناحيه النيبل عشان سهل البيبي يسك. البيبي الساكلينج باور بتاعته مش قويه فمحتاج حاجه تعصر له الالفيولاي تميل ليت الميلك داون عشان يبقى قريب من بق البيبي ياخده. ده الاوكسيتوسين بتاع السيبتوت والبرولاكتين والاوكسيتوسين الاثنين ستيميليتد بالساكلين. للاوائل مين الهرمونات المساعده؟ الجروث يحتاج الى اربع هرمونات برولاكتين وانسولين واثنين بحرف الجي جروث هرمون اند جلوكورتيكويدز. برولاكتين انسولين وجروث هرمون وجلوكورتيكويدز. مين يساعد البرولاكتين؟ الهيومن كرونيك سوماتو مامو. مين يساعد اوكسيتوسين؟ مساعد ربنا. تعال بقى شوف حاجه جميله قوي. تصور من عجائب الخلق والخالق ان تركيب اللبن يا اولاد بيختلف اسبوع عن اسبوع. ففي اول اسبوع بعد الولاده بيبقى اللبن فيه مور اميونوجلوبولينز وعليه بروتينز. عارف ليه؟ لان بيبي كان في عزله داخل بطن امه معزول عن الانفايرمنت فجاه نزل للانفايرمنت مليانه بكتيريا وفيروسات يبقى محتاج مناعه اميونيتي انتي بوديز اميونوجلوبولينز. فالكلوسترام بتاع اول اسبوع من بيبي معزول في بطن امه وهينزل لمجابات الحياه فبيبقى فيه مور اميونوجلوبولينز اند بروتينز. طب الاسبوع الثاني والثالث بقى الاولاني ده بتاع اول اسبوع يسموه كولوسترام. الاسبوع الثاني والثالث بيبي بقى بيتحرك وبيرفص يبقى عاوز كالوريز فعشان كده بيبقى الميلك بيتغير بيبقى فيه مور لاكتوز اند فات هاي كالوريز. واقول لكم فقط المعلومات العامه في حاجه مش في الانسان اعجب في استراليا يا اولاد في حاجه اسمها كانجارو. اسمعوا عن الكانجارو اللي هو موجود فقط في استراليا ان استراليا دي ملهاش علاقة بالأربع قارات التانية. الأربع قارات التانية أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا طلعوا من حاجة اسمها سوبر كونتيننت يعني قارة واحدة انفصلت لأربعة. إنما أستراليا دي جاية من القطب الجنوبي انفصلت عن القطب الجنوبي من 35 مليون سنة وطلعت لفوق لحتة فيها درجة حرارة معتدة فنشأت فيها حياة تختلف عن كل الحياة اللي في الأربع قارات التانية. وعشان كده في هناك
حيوانات مش موجوده في الاربع قارات الاخرى من ضمنها الكانجارو. كانجارو ده تصور بقى عنده كذا سادي بينتج في نفس الوقت نوعان مختلفان، بينتج نوعين مختلفين من اللبن الكنجرو، لانه بيبقى عنده اثنين يعني اوف سبرينجز في ان واحد في اعمار مختلفه، فبيدي لكل واحد لبن من ثدي بتركيب مختلف. احنا الانسان تركيب اللبن بيختلف مع الوقت، اول اسبوع في ايمونوجلوبولينز بروتين، الاسبوع الثاني والثالث في سعرات كتير، في جلوكوز وفاتي اسيد. في الكانجرو بتاع استراليا في ان واحد ينتج نوعين من اللبن ليناسب الاوف سبرينجز. الا يدل هذا يا اولاد على انه وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله؟ واستغرب ان يوجد في عالمنا هذا ملحدون. نيجي الانيشيشن واللاكتيشن. من المعلومات الطريفة أن الست من أول الشهر الخامس أوف جيستيشن وهي حامل يبتدي صدرها يجيب شوية لبن قليلين، بس طبعا ده ما فيش جنين لسه، إنما ساعة الولادة بقى اللبن يتدفق بطريقة رهيبة. عارف ليه؟ مين اللي كان مانع البرولاكتين أنه يطلع لبن في أثناء الحمل؟ الإيستروجين. فلما الست بتولد بينزل بلاسينتا اللي هي كانت بتطلع إيستروجين. نأسف على انقطاع البث، فاضل لي دقائق معدودة وننهي فنواصل. كنت بقول لكم انه الايستروجين والبرولاكتين موجودين في البريجنانسي، فالايستروجين والبرولاكتين بيسينرجايز مع بعض، بيساعدوا بعض في عملية الجروث، عشان كده هم موجودين في فترة البريجنانسي. بس بعد البريجنانسي عايزين لاكتيشن، الايستروجين بيانتاجونايزس البرولاكتين على اللاكتيشن، يعني يساعده في الجروس عشان كده موجود معاه في البريجنانسي، بس يعكسه في اللاكتيشن. فعشان كده بعد الولاده نزل البيبي ونزل وراء البلاسينتا وبالتالي اختفى الايستروجين، فبقى البرولاكتين لوحده يعمل لاكتيشن. يبقى تنسوا دي يا اولاد ان هما they synergize، سينرجايز يعني يتعاونوا في الجروث، ده في البريجنانسي، لكن هما متضادين في لاكتيشن، عشان كده في اثناء البريجنانسي مفيش لاكتيشن تذكر. لما ينزل البلاسينتا وينزل الايستروجين بقى البرودكت لوحده، ده هاو انيشيت موضوع اللاكتيشن. فاضل لي دقائق معدوده عن اللاكتيشن اللي هو الايفكت اوف لاكتيشن على المنسترال سايكل. طبعا احنا فاكرين قلت لكم ان البرولاكتين اللي هو بيساعد الرضاعة ويمنع الحمل، لأن الست ما تتحملش إن تبقى حامل تبني بيبي بالحمل وفي نفس الوقت بتبني بيبي آخر بالرضاعة. فربنا خلى البرولاكتين بتاع الرضاعة يقلل الجوناتروبين ريليسينج هرمون، وعليه مش هيحصل أوفيليشن، وبالتالي ما يطلعش الإيستروجين بروجستيرون، بتتوقف الدورة في أثناء الرضاعة. فممكن يبقى فيه امينوريا، يعني مفيش منسترال سايكل. في ستات كتير من اللي بيرضعوا بسبب ان البرولاكتين بتاع الرضاعه بيوقف الجوناتروبينز، بيوقف الاوفيليشن وبتاع الاوفيريان سايكل، ومن ثم المنسترال سايكل، فبيبقى فيه امينوريا في خمسه لمده 25 ل 30 ويكس في اثناء الرضاعه. يعني تصور 25 اسبوع ل 30 اسبوع الست بترضع ما بيجيلهاش منسترويشن. حتى في ريفنا المصري الست تقول تعبير غريب شويه عاوزكم تعرفوه، تقول لك برضع نظيف. بترضع نظيف يعني ايه؟ بترضع ما عندهاش الحيض. ايفي لو عندها حيض بيبقى 50% من السايكل، شوف رحمه ربنا، في الفيرست 6 مانس وهي عندها حيض انوفيلاتري، مفيش اوفيليشن، فغير قابله للحمل، لان قلنا ما يستقيمش ان الست تتعب في بناء طفل بالرضاعه، بتبنيه من لحمها الحي وتبني طفل اخر بالبريجننسي، فلا يستقيم الرضاعه مع الحمل. This is why ربنا خلى اللاكتيشن توقف جوناتروبينز، وبالتالي الاوفيريان، وبالتالي المنسترال سايكل يبقى فيه امينوريا في لمده 25 30 اسبوع. ولكن حتى لو في منسترويشن غير قابله للحمل بسبب ان السايكل في 50% منها لمده 6 اشهر انوفيلاتري. نيجي الشاري فورميل سندروم. ايه بقى الشاري فورميل سندروم؟
ده ست عندها لاكتيشن يعني بتنزل لبن واميوريا برغم انها ان نيرسينج فيميل يعني ما بترضعش الجنين بتاعها. البيبي بتاعها يا ما بترضعوش بترضعه رضاعه صناعيه يا اما توفاه الله. ومع ذلك الست عندها لاكتيشن في تدفق في الميلك وامنوريا. فده رير سندروم يسموه شاري فورميل سندروم. سببه احنا فاهمين ان هي هي ما بترضعش بس في بيرزيستن برولاكتين، واحنا قلنا طول ما في برولاكتين بيوقف الجونادوتروبينز. ده تصور الاغرب بقى خدناها قبل كده، فاكر في نون بريجنان مش ست كانت حامل وما بترضعش، مش حامل من الاساس نون بريجنان في مين، وقلنا في العيانين اللي عندهم هايبر برولاكتينيميا بيبقى عندها جلاكتوريا بتنزل لبن كتير وفي نفس الوقت موقف البرولاكتين يساعد الرضاعه ويمنع الحمل عندها امينوريا. ايه سببها؟ ان عندها هايبر برولاكتينيميا بسبب ايه؟ قلناها حاجه من اتنين، يا بيتيوتري تيومر بيطلع برولاكتين، يا اما حصل انجي في البيتيوتري ستوك اللي هو الهايبوثالامو هايبوفيزيا بورتال سيركيليشن اللي بتجيب البرولاكتين انهيبيتور اتقطعت. البيتيوتري ستوك الواصله بالبيتيوتري الهايبوثالاموس اللي بينزل عن طريقها البرولاكتين انهيبيتنج مقطوعه، مفيش برولاكتين انهيبيتنج، مفيش انهيبيتنج، يبقى يطلع برولاكتين يعمل جلاكتوريا وفي نفس الوقت يوقف الجوناتروبينز، يبقى لا في اوفيريان ولا في منسترال سايكل امينوريا. بدايه في ست مش حامل خالص. طب اخر نقطه، ايه علاقه الهرمونز بالكانسر يا اولاد؟ 35% من الستات او البريست كانسر في الفيميل، من الستات اللي عندها بريست كانسر بيبقى في التشايلد بيرنج ايج في سن اللي يقبل الست فين تبقى حامل، اللي هي في فتره الخصوبه فتره الريبرودكشن التناسل والتكاثر، 35% من اللي عندهم من الستات اللي عندهم بريست كانسر، والبريست كانسر ده من اكتر انواع الكانسر شيوعا في السيدات، ثلث الحالات تقريبا بتبقى ايستروجين ديبندنت معتمده على الايستروجين، وعليه السيمتومز تتحسن جدا. بس خدوا بالكم افتحوا دمكم الدكاتره كويس، نوت كيورد، الكانسر مش هيخف انما السيمتوم هتتحسن، والست ممكن تعيش لمانث اور ييرز لشهور او سنوات لو شلنا لها بوث اوفرز، يعني شلنا الايستروجين والكانسر ديبندنج على الايستروجين، او ادينا دراج انهيبيت الاكشنز والايستروجين. يبقى دي معلومه قيمه جدا. تلت حالات 35% عن تقريبا تلت حالات الكانسر في البريست في السيدات في فتره الاخصاب في فتره التكاثر بيبقى تلت الحالات معتمده على الايستروجين، وبالتالي تتحسن كثيرا ولا تشفى، ولا تشفى، تتحسن فقط لمده مانث او ييرز بانك تشيل الايستروجين، تشيل الاوفرز او تدي عقار ينهيبت الاكشن الايستروجين. نفس الكلام في الميل، في بعض البروستاتيك كانسر، والبروستاتيك كانسر ده من الكانسرز اللي هي كتير قوي في الميل، ار ان اندروجين ديبندنت بتعتمد على التستوستيرون، وعليه بنفس المنطق ممكن يريجريس temporarily يعني نوقف المرض مؤقتا وليس يشفى لو شلنا له both testicles، يعني شلنا مصدر الاندروجين او التستوستيرون اللي هو التستكل، او ادينا له جونادوتروبين ريليسنج هرمون اجونست. هنا بقى غريبه شويه، بندي جونادوتروبين ريليسنج اجونست يزود الجونادوتروبينز، فلما يزود الجونادوتروبينز يقل الجونادوتروبين ريسبتورز بالداون ريجوليشن، يعني احنا ادينا له جونادوتروبين ريليسنج هرمون خلاص، فده قلل الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور، عمل داون ريجوليشن، فعليه يقل الجونادوتروبينز ال ال اتش ويقل التستوستيرون. ده علاقه الهرمونز بالكانسر. يبقى البريست كانسر في ثلث الحالات متعلق بالايستروجين، عدد من حالات البروستاتيك كانسر متعلق بالتستوستيرون، تشيل الاوفرز او تشيل التستكل او توقف الايستروجين او توقف التستوستيرون بس بطريقه غريبه انك تدي جونادوتروبين ريليسنج هرمون فيقلل عدد الريسبتور بتاعته بالداون ريجوليشن فيقل ال ال اتش فيقل التستوستيرون، بيحصل تحسن مؤقت قلنا في حاله الفيميل قد يدوم لشهور او سنوات، ولكن لا يحدث شفاء برغم ان هو ديبندنت على الايستروجين او الاندروجين.
سعدت بلقائكم يا أولاد، وكده أتممنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ويعني أعود لأذكركم مرة أخرى يا أولاد إن المحاضرات دي يعني بنعملها لصالح الأطفال من المصابين بالكانسر بالسرطان، وأي واحد يعني لقى إن المجهود اللي اتعمل في المحاضرة يعني نفسه يكتب لايك، أو أنا شايف كلكم بتقولوا تعقيبات جميلة. الأهم من ذلك يا أولاد من فضلكم يعني ساندوهم بمكالمة صغيرة ل 57357 معهد السرطان بتاع الأطفال. مش هتكلف حاجة، هي المكالمة بتكلفك أعتقد 5 جنيهات فقط، ما تصلح لشراء أي شيء، ولكن زي ما بقول البحر عداده من نقاط من قطرات. أنت معاه مع أنا مع ناس كتيرة، لما نعمل كده السبورت للولاد ده يبقى كويس. تخيل طفل يعني مفروض في الحياة يلهو ويسعد، فربنا يعني ابتلاه بالكانسر. مهمتنا ان احنا نساعدهم يا ولاد. انا في ناس زي ما بقول ساعدوني، وانا بحاول اساعدكم، وانتوا بتساعدوا الاطفال فتكتمل الدائرة. بشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، وإلى أن ألقاكم أدعو الله لكم بالتوفيق، ونلقاكم قريبا بإذن الله. شكرا.